صباح الهنا وصباح الرزق وبداية الأسبوع كده، الواحد دايما يبقى عنده تفاؤل. النهاردة يوم صعب، والنهاردة يوم مهم في العالم كله. النهاردة نهائي المونديال قطر 2022، وبإذن الله كده كل واحد بقى بيشجع المنتخب، لأن خلاص دلوقتي احنا نتكلم عن المنتخبات العربية. للأسف الشديد المغرب يعني زي ما حضراتكم عارفين خسرت، خلينا نقول بس خسرت مباراة، لكن هي قدمت مونديال محترم جدا. النهاردة على كل حال بقى اللي بيحب فرنسا أو منتخب فرنسا أكيد هيكون بيشجعه، اللي بيحب ميسي أو منتخب الأرجنتين أكيد هيشجعه، وهنشوف إيه اللي هيحصل النهاردة، وأكيد هنتكلم في تفاصيل المباراة وهنتكلم على التوقعات، كل ده من خلال الحلقة بإذن الله. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، يا رب إن شاء الله حلقة النهاردة تكون ممتعة لكل حضراتكم. معانا في أولى فقراتنا الحواريه الاستاذ آسر حسين، محلل كره القدم العالميه، واكيد هنتكلم معاه وبالتفصيل عن اللي فات من المونديال وعن ماتش النهارده. وماتش النهارده مش هيبقى مباراه عاديه بقدر ما هتكون موقعه عسكريه، موقعه حربيه، بنتكلم على قوتين عظميتين في عالم كره القدم، الارجنتين وفرنسا. اكيد هنتكلم عن هذا اللقاء بالتفصيل. فقرتنا الحواريه الثانيه هتنورنا فيها دكتوره دينا ابو السعود، وحوار حول موضوع اكيد يهم كتير من حضراتكم. رؤيتك كانت صح، شفت؟ أيوة. ولسه لما فرنسا النهارده تتوج بالمونديال هتقول نهاوند كان عندك طبعا. حق بتهيالي لو ده حصل هتبقى دي غير مسبوقه ان دوله تحصل على نسختين متتاليتين من كاس العالم. لا برازيل عملتها قبل كده مرتين ورا بعض. برازيل كان عندها مرتين بس ورا بعض، بس على الاقل بقى لنا سنين مفيش كده. دي حقيقه. وفرنسا ما كانتش برضو من المنتخبات المتوقعه انها تحقق ده، يعني البرازيل كان طبعا مفهوم ليه والبرازيل تستحق ده، وناس كتير كانت متوقعه البرازيل بالمناسبه يعني تفوز النسخه دي. أيوة. لكن فرنسا لو ده هتحقق انجاز برضو يعتبر تاريخي كبير طبعا جدا طبعا. وبرضو هنرجع ونقول لو انت حللت منتخب فرنسا كريم، ما في الاول وفي الاخر منتخب فرنسا ده تقريبا كله افارقه اصلهم، هم فرنسيين متجنسين بس هم اصلهم افريقي، مفيش غير ثلاثه تقريبا في المنتخب اصلا فرنسي اللي هم فرنش يعني. فتيجي وتقول برضو هم واخدين ولاد افريقيا حتى لو هم اتولدوا هناك واتجنسوا وكل حاجه، بس برضو اصلهم ايه؟ اصلهم افريقي. فعارف اللي هو يديك برضو امل، يعني يحسسك ان برضو الموضوع مش صعب، الموضوع مش بعيد. يمكن الحافز هنا او الاساس هنا هي الخبرات، فرق الخبرات، فرق المستوى طبعا شويه طبعا. لكن انت في الطريق، لو هنتكلم الكره الافريقيه في الطريق، انا مش شايف ان احنا بعيد قوي، بالذات هذا المونديال يمكن هو اللي اثبت يعني هذا الكلام. هنتكلم في كل التفاصيل أكيد، بس أكيد تاني هرجع واقول لك المونديال ده فرنسي. طيب 2022. انت كده اول واحده استنتجتي وجاوبتي على سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقتنا بالزبط. النهارده بالمناسبه سؤال حلقتنا النهارده مطلوب من حضراتكم، مشكورين ان انتم تتوقعوا نتيجه نهائي كاس العالم 2022 بين فرنسا والارجنتين. وكالعاده في الجزء الاخير من حلقتنا هنقرا بقى كل تعليقات واجابات حضراتكم. خلاص ابعتوا لنا، ولو حد حابب كمان يقول كام يعني مثلا فرنسا هتكسب كام او ارجنتين هتكسب كام، قولوا لنا حتى تتوقعوا ان هي هتخلص في الوقت الاساسي ولا هيبقى في وقت اضافي، يعني سير المباراه كمان من وجهه نظر حضراتكم هيبقى ماشي ازاي. طيب انا بس عايزه كمان قبل ما ندخل ونتكلم في تفاصيل المونديال اكتر وخلاص وزي ما اتقال فصل ختامي يعني لمونديال قطر 2022 اللي طبعا يعني اعتقد تاني هنرجع نقول هتبقى مباراه قويه جدا جدا جدا. كل منتخب منهم عنده الدوافع وعنده الاصرار وعنده ما يحمله من رغبات علشان يحقق، يعني اكيد ميسي النهارده هينزل يستقتل، اكيد منتخب فرنسا هتنزل تستقتل، كل واحد خصوصا ان ميسي زي ما احنا عارفين اخر مونديال يعني خلاص هو اللي اعلن ده اعتزاله دوليا. فلا النهارده هتلاقي شغل على الارض، بس طبعا. انا في الاول وفي الاخر لو هقول رايي انا ما بحبش اصلا الارجنتين قوي يعني بس بصي صراحه يعني تخيل بقى هقول لك على حاجه ده يمكن يزعل ناس بس انا ما اعرفش، انا غير ان هيكون يعني مباراه قويه جدا بين منتخبين قوي يعني اقوياء، كمان هيبقى في صراع من نوع خاص جدا بين مبابي وما بين ليونيل ميسي، وكل واحد فيهم عنده من الامكانيات ما يكفي ان هو يبهر الحضور ولكل الناس اللي هتتابع ماتش النهارده. رغم الفروقات يا كريم اللي ما بين مبابي وميسي، ناس كتير تقول لك لا هو ده في حته وده في حته، وبصراحه ده في حته وده في حته، بس مبابي لاعب تقيل جدا طبعا. ومتالق جدا كمان المونديال ده صحيح. بالذات او تحديدا كان ناس بتقول لك من غير كريم بنزيما فرنسا مش هتقدر تحقق، لا انا اعتقد ان مبابي غطى على غياب كمان كريم بنزيما تحديدا، بجد لاعب متالق جدا. لكن ما زال طبعا في فروقات ما بينه وما بين ميسي كبيره، ناس كتيره بتعشق ميسي في العالم كله، انا مش من عشاق ميسي بصراحه، انا من عشاق كريستيانو رونالدو اكتر بكتير حتى على المستوى الانساني. بس على كل حال كل ده هنتكلم فيه، بس عايزه نروح للاهلي سريعا قبل ما نروح للمونديال عشان نتكلم عن
مباراه الاهلي وفيوتشر اللي انتهت اول امبارح زي ما حضراتكم كنتوا عارفين اكيد وتابعتوا بالتعادل الايجابي، كان 1-1 بعد ما كنا، وده اللي يزعل، احنا كنا قريبين جدا من طبعا الفوز. اللي يزعلك ان انت لما بتبقى خلاص على بعد حاجه بسيطه منك تحقق اللي انت عايزه وبعدين تيجي ما تفهمش ايه اللي حصل. يعني احنا خلينا نبقى متفقين، احنا لا احنا فوتنا في المكسب او فرطنا في المكسب بصراحه، يعني مش عيب ابدا اننا نقول كده، مش عيب ان انت تيجي وتصارح نفسك بالحقيقه. انا بشوف بالعكس دي بدايه النجاح، او دي اهم حاجه، ان الواحد لما بيغلط لازم يقول، لما يبقى بيتعثر لازم يقول، لما بيبقى بيلعب مش بالمستوى بتاعه لازم يقول، لما يبقى في مشكله ما احناش فاهمين لحد دلوقتي هتتحل امتى، وهي تضيع الفرص، اضاعه الفرص بجد لحد دلوقتي يا كريم بصراحه احنا بنعاني منها. احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا مشكله في الفينال بتاعنا، الفينش بتاع اللعب، ويعني يمكن شفنا على الفترات اللي فاتت شويه تعديل في ده طبعا بفضل مارسيل كولر، لكن لسه عندنا مشكله تضيع الفرص. تبقى الفرصه قدامك واللعبه حلوه وفاضل خلاص ان انت تعمل الفينال بتاعها وبرده مش عارفه فيه ايه، سيبك من الفينال، بتضيع فرص، تبقى الكوره انت المستحوذ عليها واللعب بتاعك وبرده تضيع الفرص. فانا مش عارفه ايه القصه دي الصراحه. ويعني على كل حال احنا الواحد لازم يتكلم علشان نقدر نشوف ايه اللي هيحصل. كمان عندنا مباراه مهمه جدا يوم الثلاث مع فاركو، اعتقدش ان هي هتقل اهميه ابدا عن مباراه فيوتشر، ولازم ان احنا كمان ما نفقدش المرحله اللي جايه اي نقاط بقى خلاص. طبعا خلينا كمان نركز على نفسنا وزي ما احنا متعودين خلاص نتوي كمان الصفحه اللي فاتت يا كريم، اللي حصل حصل مع فيوتشر طبعا، لكن عندنا مباريات مهمه، اتمنى ان ما يكونش في اي خساره تانية لان ده دلوقتي المطلوب بصراحه. الحقيقه ما فيش مساحه اصلا ان احنا يعني يبقى في نزيف للمزيد من النقاط، احنا ده اللي حصل معانا الموسم اللي فات لو حضراتكم تفتكروا، ويمكن مع فرق بعينها، يمكن يعني زي ما بيتقال كده التاريخ بيعيد نفسه، ولكن فكره ان احنا نفرط في اي نقطه دي فكره المفروض ما تكونش وارده، وده اللي احنا شفناه الحقيقه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، يعني باستثناء اللقاء الاخير للنادي الاهلي، لا كنا شايفين ان الدنيا ماشيه زي الفل، اللعيبه ماشيه زي الفل، وهم على فكره بالمناسبه الى هذه اللحظه ماشيين زي الفل، ولكن شويه رفايع محتاجه تتظبط تاني ونرجع ونقول عشان ما نفقدش المزيد من النقاط. حاجه كمان برضو تعقيبا على مباراه فيوتشر، الحقيقه لازم لعيبه الفريق يكون عندهم برضو الى حد ما شيء من المرونه في تقبل اي تعليقات من الجماهير سواء بشكل مباشر او من خلال السوشيال ميديا، لان جمهور النادي الاهلي مرتبط بفريقه بشكل يمكن استثنائي. طبيعي ان اي فريق في الدنيا بيبقى له محبين ومشجعين ومريدين الى اخره، لكن جماهير النادي الاهلي ذات خصوصيه شديده، ليها طبيعه خاصه وليها نظام خاص، اللي يخرج بره نظامها بيزعلوا بطبيعه الحال. يعني جمهور النادي الاهلي عايز الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي على طول ناجح، يعني مبدا الخساره عنده شبه مرفوض، دي طبيعه جماهير يا جماعه. عايزين نقول كمان مبروك قرار المشاركه في مونديال العالم للانديه للموسم الثالث على التوالي اللي هيقام في المغرب، يمكن يكون ربنا يعني عمل كده تعويضا عن الخساره الغير منطقيه لبطوله دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات لما لعبنا مباراه واحده فقط في النهائي وعلى ملعب الفريق المنافس. طبعا مونديال العالم هيشارك فيه طبعا ريال مدريد بطل اوروبا، واكيد حلم برضه بالنسبه لنا ان احنا نواجه ريال مدريد، اكيد هيكون امر عظيم جدا يستحقه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان هم يلعبوا مع ريال مدريد مباراه رسميه زي ما لعبنا قبل كده مع البايرن مباراه رسميه في النسخه قبل الاخيره، واكيد كل تمنياتنا بالتوفيق. كل التوفيق، وكان خبر حلو بتهيألي اسعدنا كلنا كاهلاويه كمان فتره الويك اند، يعني بالتوفيق. زي ما انت قلت هنلعب برضو مباريات او هيبقى عندنا مباريات مهمه، وريال مدريد فريق حلو جدا ان انت تلعبه، لكن برضو يا كريم مش عايزين نخش بحته ان ده ريال مدريد، يعني ستيل برضو ده ريال مدريد واحنا النادي الاهلي، ولا عنده مشكله في ده يرجع برضو لتاريخ ده والتاريخ ده، موضوع مش بعيد خالص. حتى لو في فرق في الاحتراف، انا هنا مش بقول اي كلام على فكره، حتى لو في فرق في الاحتراف وطريقه اللعب وكله، لكن انت عندك تاريخ هنا وعندك تاريخ هنا والاثنين مش بعيد عن بعض بالمناسبه، بدليل ان البطوله دي بتضم كبار العالم اصلا طبعا. يعني الفرق هي بتضم كبار العالم، وبالتالي طبعا النادي الاهلي من كبار انديه العالم، وده بالورقه والقلم، مش احنا اللي طالعين نتكلم عن نفسنا نقول احنا كذا، يعني مش القاب بنديها لنفسنا، فكل حاجه اعتقد معروفه. على كل حال نروح بقى لملف المونديال مره كمان، وامبارح كانت المباراه برضو ما بين طبعا كرواتيا والمغرب،
كان عندنا امال برضو ان المغرب طبعا يفوز، لكن صحيح. كان في هدفين مقابل هدف. المغرب عملت اللي عليها وزياده بصراحه، شفنا لعب وشفنا استقتال في الملعب، وده اللي يهمني. يعني انا كمشجع دلوقتي عربي، كمشجع افريقي، كمشجع مغربي، انا في الاول وفي الاخر عايز اشوف ان الفريق او المنتخب اللي انا بشجعه عامل اللي عليه وزياده، وبصراحه المغرب عامله اللي عليها وزياده هذا المونديال، وما كانتش مقصره ابدا في الملعب. ومش هنرجع نقول بعض الاعذار زي مثلا اصل هم دلوقتي عندهم اجهاد، اصل في اصابات، هو الامر الواقع اللي على الارض اللي حضراتكم عارفينه، في اصابات وفي غيابات، ده واقع. لكن برضو مش هنطلع نقول هي خسرت عشان كده، عشان ما بحبش ان احنا نعول على شيء يا كريم بصراحه. احنا عملنا اللي علينا، لعبنا، شرفنا العرب في هذا المونديال، سلطنا الضوء على الكرة الإفريقية، الكرة العربية، وبإذن الله نقدر نحقق أكتر بقى كمنتخبات عربية المونديال القادم، لأن هو ده اللي احنا نتمناه ويليق بينا كجماهير كمان عربية. كفاية بقى إن الواحد يبقى خايف إن هو ينافس الكبار، خايف إن هو يبقى في تنافسية بينه وبين الكرة العالمية. أنا شايفة إن احنا أصلا يعني كل الأندية العالمية دي على الأقل فيها 2 أو 3 كل فريق فيهم أو أصول إفريقية وعربية، فيعني ده على الأقل. على كل حال يعني هارد لك لمنتخب المغرب، لكن تاني زي ما أنا بدأت الحلقة قلت، خسروا المباراة لكن كسبوا المونديال، أنا بشوف كده فعلا. فبالتوفيق في اللي جاي بإذن الله. لازم نرجع ونقول تاني وتالت ورابع شكرا جزيلا للمنتخب المغربي الحقيقة على كل اللي عملوه، كل اللي قدموه خلال رحلتهم أو مشوارهم في هذا المونديال. يكفي يا حضرات إن احنا يعني جه علينا اليوم اللي بنبقى قاعدين فيه مع بعض وبنتكلم إن شاء الله المغرب هتكون في النهائي، بغض النظر المغرب، الجزائر، تونس، مصر. فكره ان احنا اصلا بنتطلع وخلاص في شوط طويل اتقطع في هذا الاطار، بنتطلع ان احنا نشوف فريق عربي، منتخب عربي او افريقي في نهائي كاس العالم، دي اعتقد حاجه غير مسبوقه، واكيد تستحق بموجبها لعيبه المغرب كل التحيه والتقدير. كمان قدم وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب اعتذاره للشعب المغربي من خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراه، قال نصا: لدينا خيبه امل من الهزيمه الثانيه، فعلنا كل شيء، كانت المباراة صعبة بدنيا، اللاعبون تعبوا، أردنا أن نسعد جماهيرنا بالفوز، ولكن كرواتيا تستحق هذا الفوز. وأضاف وقال: لعبنا ضد فريق قوي ومنظم، أعطينا أقصى ما عندنا وقاتلنا حتى الكرة الأخيرة، تعلمنا من هذه النسخة أن نكون أكثر قوة وأكثر استعدادا في النسخ المقبلة. وقال كمان: أن تكون وسط الأربعة الأقوياء في العالم لابد وأن تكون سعيد، لاعبونا لم يقصروا ودافعوا بمنتهى القوة عن ألوان منتخب أو ألوان علم منتخب المغرب طوال شهر كامل. وأكيد فعلا هم عملوا الكلام ده نصا وفعلا، يعني الحقيقه كل التحيه والتقدير للمنتخب المغربي الشقيق. برضو عشان نبقى فار يا كريم، كرواتيا منتخب تقيل، يعني طبعاً كرواتيا ما هياش منتخب صغير مثلا بالحظ صعد وكان الوصيف مثلا في المونديال اللي فات في روسيا، فلا هو منتخب تقيل في حد ذاته ويستحق، حتى لو كان تعادل في المباريات كلها وكان كسب مباراه وصعد، يعني برضو كان في كويستشن مارك وحظهم حلو بصراحه، بس ستيل ده منتخب تقيل جدا وعنده خبرات كبيره جدا، فكان في تنافسيه وكان في قلق طبعا يعني في المباراه او قبلها مع المغرب وكرواتيا. بس على كل حال تصريحات الركراكي عجبتني جدا، انا بحب متوازنه جدا، متوازنه، وما عادش يعول على مشاكل عنده والضغط والكلام ده انا ما بحبوش، يعني مدير الفني يطلع يقعد يعتذر باعذار ده انا ما بحترموش قوي، انا بحب دايما يبقى فيه صراحه، انا بحب دايما يبقى الواحد عنده ثغره ما او مشكله ما او شايف ان الخصم بتاعه كان متفوق عليه، اطلع اقول على فكره عادي ما فيهاش حاجه، ده معناه ان انت بتواجه نفسك وبالتالي هتعوض فيما هو قادم، هو ده المهم، مش مهم ان احنا نخسر حاليا، المهم ان احنا نكسب بعد كده، مش هنقعد نخسر، دي النقطه. فالاعتراف بالخطا دي بدايه برضو التوفيق في الخطوات اللي جايه. والركراكي بصراحه فعلا اثبت رغم صغر سنه، هو مش كبير في السن لكن لديه من الخبرات الكبيره جدا. صحيح. واثبت نقطه ثانيه وهي ان المدير الفني المحلي بيفرق بشكل كبير جدا ما بين حتى الروح المعنويه اللعيبه وبعضها كريم، بتفرق انا كمنتخب لما بيكون معايا واحد من ابن البلد بتاعتي وعنده الخبرات دي والكيمستري ما بيننا حلوه، وفي نفس الوقت فنيا بتلاقي كده الباكج كامله، غير لما تجيب حتى واحد خبرات من الخارج مش بيبقى فيه الالفه دي. في الاول وفي الاخر هو بيعمل بيزنس، ده شغله، واللعيبه فاهمه ده، فما بيبقاش فيه الروح الحلوه اللي بصراحه شفناها مع منتخب المغرب على الارض المونديال كله بصراحه، الحق يقال. يعني
على كل حال برضو في شق حلو، الاداء بالنسبه لاداء المغرب هنا هنتكلم في البطوله بشكل عام طبعا كان مشرف جدا بشهاده الجميع. صحيح. ومنتخب المغرب كده اصبح يعني ثالث منتخب افريقي بيصل للهدف يعني 20 في كاس العالم، بعد منتخب عندنا نيجيريا كان صاحب 23 هدف، ومنتخب الكاميرون كان صاحب 22 هدف. وبرضو هنفضل نقول مبروك للمغرب، ومش هيتنسي المونديال ده بالمناسبه، يعني طبعا حاجه اعتقد مهمه جدا. وبرضو لو احنا هنتكلم كده، هو المفروض ان هو يحصل منتخب المغرب على 25 مليون دولار بعد الحصول على المركز الرابع في البطوله. والفيفا اعلنت كمان هيحصل بطل العالم بطل كاس العالم على 42 مليون دولار، والوصيف هيحصل على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث هيحصل على 27 مليون دولار. Not bad. لا نوت باد خالص. يعني من ناحيه نوت باد خالص. عمال افترطشي ملايين وانت قاعده. ملايين الدولارات. طب تعصي معايا حدد معايا عشان ايه في فرق كبير. بس يعني بص هقول لك على حاجه، اللي جاي ده بقى المهم، الصحف اللي انا وانت قعدنا ننزلها الصبح مع الاعداد هي دي المهمه. شوفوا حضراتكم البعض الصحف المغربيه والكرواتيه قالت ايه. مثلا من الصحف المغربيه موقع البطوله قال المغرب ينهي كاس العالم في المركز الرابع، بعد كده اسد المغرب يكتفي بالمركز الرابع في كاس العالم. في موقع 360 قال لك خبره كرواتيا تحرم المغرب من الميداليه البرونزيه، وبعد كده قال لك مشاركه مغربيه تاريخيه في كاس العالم. طب من صحف كرواتيا قالوا ايه؟ قال لك كرواتيا تحقق نجاحات كبرى في كاس العالم، وقال لك مباراه مجنونه مع اجمل هدف في كاس العالم، واستحقينا برونزيه كاس العالم بعد مباراه فعلا قويه ومنافس قوي. فكل ده اعتقد برضو حلو مش وحش. خلاص بقى يعني خلاص اللي جاي باذن الله المونديال القادم هيكون مفروض مشاركه ثلاث دول، لكن هيكون في امريكا تحديدا. نتمنى ان احنا نحضر هذه النسخه يعني من المونديال باذن الله. بس اتمنى يبقى نشوف او نعيش ونشوف منتخبات عربيه، واكيد منتخب مصر يكون مشارك. المهم ان احنا لحقنا وعشنا الحمد لله رب العالمين، ولحقنا نشوف النسخه ده يعني النسخه دي قصدي من المونديال. واكيد اكيد يعني هيوحشنا المونديال ده، لان احنا شفنا من خلاله كرة حلوة، وشفنا من خلاله ماتشات حلوة، وشفنا من خلاله نجوم العالم متجمعين، يعني حاجة عبقرية الحقيقة. وإن شاء الله بنتطلع زي ما نهاوند بتقول إن احنا إن شاء الله مع النسخ القادمة يكون في عندنا المزيد من المنتخبات العربية والإفريقية وتشارك إن شاء الله بقوة. طبعا خلاص يعني كل سنة وحضراتكم طيبين، كلها ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن نهائي أكبر بطولة في العالم، فرنسا مع الأرجنتين. وده صراع من نوع خاص جدا من عدة زوايا، يعني صراع ما بين أوروبا وأمريكا اللاتينية، صراع ما بين ميسي ومبابي على الكرة الذهبية، صراع ما بين جمهورين عاشقين لفرنسا وللأرجنتين في كل مكان في العالم. نقدر نقول إن ده نهائي يليق بقيمة وقامة البطولة الأكبر والأهم والأشهر على مستوى العالم. وبالمناسبة خلينا نستعرض كده مع حضراتكم مشوار المنتخبين من بداية هذه البطولة. الأرجنتين ابتدت بخسارة مفاجئة وأثلجت صدور كل العرب في كل مكان أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، وبعد كده انتفض ميسي ورفاقه في كل المباريات. أولها كان الفوز على المكسيك، وبعدها على بولندا، وفي دور ال 16 فازت الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، وفي دور الثمانية فازت على هولندا بضربات الجزاء بعد ما كان الماتش انتهى بالتعادل 2-2، وأخيرا في الدور نصف النهائي فازت على كرواتيا بثلاثية. كل ده إلى حد كبير جدا، يعني نقدر نقول إن على الأقل بالميت 70 80 85% الفضل في هذا الأمر بيعود إلى ليونيل ميسي صاحب رصيد الخمسة أهداف والمرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في هذه البطولة، وطبعا وراء جوليان الفاريز نجم مانشستر سيتي صاحب رصيد أربع أهداف. وتاني هنرجع ونقول هيكون ماتش قوي جدا النهارده إن شاء الله. بص هتبقى بقى عندك ديشامب وسكالوني، يعني عندك اتنين مديرين فنيين تقال النهارده بقى. طبعا. مش منتخب ومنتخب بس، لا انت بتتكلم في اتنين مخضرمين جدا ولعيبه قديمه وشاركوا قبل كده في المونديال، يعني فحاجه حاجه محترمه. يعني لو هنتكلم على ديشامب ما كان مع المنتخب الفرنسي من 2012 وحقق معاهم لقب دوري الامم الاوروبيه ولقب كاس العالم 2018، فاعتقد برضو رجل تقيل جدا وهو بيحقق انجازات اخرى في هذه النسخه من المونديال. يعني لا منتخب فرنسا كمان لو هنتكلم بدا مشواره بقوه، يعني هو فاز من البدايه على استراليا كانت 4-1، بعد كده فاز على الدنمارك 2-1، خسر المباراه الثالثه امام تونس بهدف، ودي مش عارفه كانت مباراه غريبه جدا، بعد ما كان
كمان ديشامب قرر اشراك 7 لاعبين كانوا بدلاء، بيدي فرص برضو على فكره، دي بتحسب ليه. في الدور بعد كده 16 فازت فرنسا على بولندا، وبعد كده في ليله التالق بقى يعني جيرو زي ما كنا عرضنا السي في بتاعه مع حضراتكم هنا، نجم الميلان طبعا وميبابي هداف باريس سان جيرمان، كان يعني في دور هنا الثمانيه وفازت بجداره على منتخب انجلترا. كان ماتش برضو قوي جدا يعني، زي ما اتقال عنها كانت موقعه قويه، ما كانتش مباراه عاديه. فلا يعني منتخب برضو فرنسا يستحق يا كريم أكيد الى حد أكيد، وإلا ما كانش وصل للي هو وصل له. ومتالق يعني، يمكن طبعًا فرق طبعًا عن مونديالات زمان، لكن هو في السنوات الاخيره يستحق المكانه اللي صحيح هو حط نفسه صحيح. فيها. ومبابي الحقيقه منور، ما انا يعني بقول لك في النسخه دي عامل شغل بسم الله ما شاء الله، واكيد هيبقى له دور مهم جدا في حال فوز فرنسا، اكيد بطبيعه الحال هيبقى له الدور الاكبر في هذا الفوز، والعكس صحيح في حاله ليونيل ميسي، في حاله فوز الارجنتين اكيد برضه هيكون الفضل الاكبر في هذا الامر الى ليونيل ميسي. طبعا ده الى جانب التفصيله اللي هوندا كانت بتتكلم مع حضراتكم فيها من شويه، فكره ان هيكون برضه في مباراه جانبيه كده بشكل منفرد من خلال الاثنين مدراء فنيين، طبعا الارجنتين بقياده مدربهم المخضرم، واكيد ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي المخضرم هو الاخر، اكيد هيكون لقاء قوي جدا ما بين فكر اثنين مدربين، اثنين مدراء فنيين، وكل واحد فيهم مدجج بكتيبه بسم الله ما شاء الله من اللعيبه المميزه. برضو عايزين نتكلم مع حضراتكم شويه في فكره انه لقب دوري الامم الاوروبيه ده تحقق قبل كده برضو من خلال المونديال، وطبعا لقب كاس العالم الاخير في روسيا، كل دي انجازات حققها المنتخب الفرنسي بقياده المدير الفني الخاص بيه، كل واحد فيهم اتقل من الثاني، يا ترى مين اللي هينتصر النهارده فكرا، ويا ترى لعيبه انهي منتخب من الاثنين اللي هيحققوا الفكر ده على الارض؟ كلها ساعات بسيطه جدا بتفصلنا عن هذا اللقاء القوي. حلو جدا، تعال بقى نروح للدوحه وزميلنا العزيز احمد عويس طبعا الناقد الرياضي، واللي هنستغل بقى النهارده وجوده معانا انه خلاص هيعود طبعا لينا بالسلامه. يا عويس بونجور عليك، صباح الفل وصباح الجمال، ومتالق في تغطيه بتاعتك هناك بجد، ولازم يعني كنا نقول ده، وفي نفس الوقت بقى يعني خلينا ناخد كده منك النظره العامه على النهارده واخر يوم للمونديال، والناس عندك مقسومه نصين، هل ناس مع فرنسا وناس مع الارجنتين، ولا مين اللي كفته ارجح كمان جماهيريا خلينا نقول، يعني عايزين ننقل الاجواء من عندك كده يا عويس، اتفضل. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم. الحقيقه انه الطف ما قيل امس اللي قاله ديدي ديشامب في المؤتمر الصحفي، قال ان انا عارف ان في بعض الفرنسيين متعاطفين مع ميسي وعايزين ميسي ياخد كاس العالم، وده الحقيقه من الحاجات اللطيفه اللي ممكن تلاحظيها في العالم كله، انه في حاله تعاطف كبيره جدا مع ليونيل ميسي، عايزينه يختم حياته بكاس العالم، لدرجه ان المدير الفني لمنتخب فرنسا قال ان بعض الفرنسيين نفسهم عايزين ميسي. فالحقيقه ده اللي ملموس جدا في الشارع، ولكن هي انا وجهه نظر المباراه بين جيل بينتهي اللي هو جيل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، وبين جيل بيبدا بقى اللي هو جريزمان ومبابيه، الجيل الجديد اللي طالع اللي هيسيطر على كره القدم في الفتره اللي جايه، هو نهائي متوقع من بدايه البطوله. كان يا نهواندو يا كريم القرعه محدده طريقين، طريق فيه البرتغال وفرنسا وطريق فيه الارجنتين والبرازيل، فكان كل الناس متوقعه انه اللي هيروح للنهائي يا اما البرازيل والارجنتين فرقه منهم، يا اما فرنسا او البرتغال، ووصل يعني هو نهائي متوقع جدا من البدايه. خلينا نقول انه الفرص الفريقين 50 50 حسب حتى كلام المدربين سكالوني في المؤتمر الصحفي امبارح، وديدييه ديشامب مفيش حد فيهم عنده يعني عنده ثقه انه هيكسب 100%. المباراه الاثنين مدربين التكتيك بتاعهم مقفول شويه على ارض الملعب، وعشان كده ما اعتقدش ان الناس ممكن تستنى مباراه حلوه ومفتوحه، لا الفرقتين لعبهم رخم شويه مقفول، ده بيعتمد تماما على مبابي وجريزمان، وده بيعتمد تماما على ليونيل ميسي. واتسال سكالوني امبارح على ميسي واصابته، قال انه جاهز وهيشارك في المباراه. مارتينيز حارس مرمى الارجنتين مميز جدا في ضربات الجزاء، قال انه لو وصلنا ضربات الجزاء فهو جاهز للي عملها قبل كده اكتر من مره. هي مباراه نهائي كما يعني زي ما كل الناس قالت اجمل كاس عالم اتعمل على مدار التاريخ،
فيها كوره ومتعه وحضور جماهيري وتشويق وعهجات برضو غير متوقعه وتشويق. في الدور الاولاني. بالظبط طب عاوز عايز اسالك على حاجه، لو وصلوا فعلا زي ما اتقال كده ليه ضربات الجزاء انت او الترجيح، يعني انت شايف ده هيكون كفته عند مين افضل؟ بالورقه والقلم الارجنتين، الحارس بتاعهم مميز جدا مارتينيز، حارس رائع وهو مميز جدا في ده، حتى في الدوري الانجليزي بيصد ضربات جزاء جديد طبعا. ومش هنقدر ننكر هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام الانجليزي وحارس مرمى المنتخب الفرنسي، واللي صد ضربه يعني ما صدش بس كان متالق في مباراه انجلترا. المباراه مفتوحه لكل الاحتمالات، وخلينا نقول برضه لازم نبارك للمنتخب المغربي على المعجزه اللي عملها، وامبارح قدم مباراه رائعه امام المنتخب الكرواتي وخسر بصعوبه جدا 2-1، ولكن في الحقيقه هم في النهايه عملوا رقم وعملوا حاجه ما حصلتش قبل كده في تاريخ الكوره، فلازم في تاريخ الكوره العربيه والافريقيه، فلازم نهنيهم طبعا ونشكرهم على ده. طبعا والحقيقه كاس العالم يا هواندا كريم في حاجات كتير قوي ممكن ان شاء الله لما ارجع نفتحها، ملفات كتير، التنظيم والسهوله والحاجه ده مفروغ منه يا عويس. انت ان شاء الله لما ترجع بالسلامه مره تانية لازم تنورنا، لان اكيد النسخه دي مليانه تفاصيل كتير. انا بس عايز اعرف حقيقة منك بحكم برضو خبراتك السابقه، بحكم تواجدك في النسخه دي في الدوحه، وبحكم طبعا متابعتك لكره القدم بشكل عام، ايه في رايك المميز في النسخه دي؟ لان في كل واحد عنده وجهه نظر ما في ان النسخه دي بصفه خاصه لا ليها وضع شديد الخصوصيه، في ناس وقفت مثلا عند لقطات بعينها خلت النسخه دي مختلفه عن اي نسخه تانية شفناها في كاس العالم، انت شخصيا رؤيتك ايه وشايف ايه؟ توقيت اقامه البطوله يا كريم، توقيت اقامه البطوله في بدايه او في عز الموسم الكروي خلى كل اللعيبه جايه وهي في التوب فورم بتاعها، اللعيبه جايه جاهزه، كل لعيب لعب حوالي 10 او 11 اسبوع من الدوري بتاعه، فاللعيبه جايه وهي لسه بتبدا تطلع لمستواها، فعملوا كل اللي عندهم. هتلاقي كل النجوم الكبار في البطوله كانوا في قمه مستواهم، يعني هتلاقي اللعيبه كلها جاهزه، مفيش اصابات، يعني ما لاحظناش ان في لعيبه خرجت كتيره مصابه. كاس العالم لما كان بيتعمل في شهر 6 و7 كان بيبقى في نهايه موسم اوروبي طويل جدا، فاللعيبه كانت بتبقى رايحه مجهدة أصلا. بس رغم ده يا عويس ده كان في كتير معترضين على التوقيت، يعني أكيد إحنا كلنا تابعنا قال لك التوقيت ده ما يناسبناش، ده في كتير من الأندية الأوروبية والمنتخبات الأوروبية اعترضوا على هذا التوقيت تحديدا. طبعا لأنه في يعني في منتصف الموسم، لأنه وقف الدوريات الأوروبية لمدة شهر، وبرضه لأن هم الناس في أوروبا منظمة، والتوقيت ده لما تحدد من سنتين فهم عملوا حسابهم في ده، وعملوا الدوري الانجليزي راجع يوم الاحد، يعني خلاص الناس رجعت هترجع تلعب على طول. فالحقيقه فكره اقامه البطوله في التوقيت ده خلى مستواها الفني مختلف تماما، فكره انه كل الفرق بتكسب كل الفرق، يعني النهارده صحيح. الفرقتين اللي بيلعبوا نهائي كاس العالم، الارجنتين خسرت من السعوديه في اول مباراه ليها في البطوله، فرنسا خسرت من تونس، مفيش فريق يعني ده ما حصلش من كاس العالم 94، ان كل الفرق اللي صعدت من دور المجموعات مفيش فريق فيهم قدر يحقق العلامه الكامله، اكبر فريق قدر يحقق نقط كان 7 نقط، ودي الحقيقه حاجه ما حصلتش، كان طول الوقت 3 4 فرق بيطلعوا منتخبات بيطلعوا بال9 نقط كاملين للدور الثاني، مفيش حد لحد دلوقتي ما خسرش او ما تعادلش في البطوله، كل الفرق خسرت وكل الفرق اتعادلت، وده بيبين قد ايه المستوى كان متقارب في البطوله، ان صح. كل الفرق كان ممكن تروح النهائي وكل الفرق كانت ممكن تكسب البطوله، صحيح، وده جمال البطوله الحقيقه. زائد طبعا فكره المساحه الضيقه اللي اتلعبت فيها المباريات ادت الفرصه للجماهير ان تحضر اكثر من مباراه في الملعب، وادت الفرصه للصحفيين والاعلاميين انه يحضر اكثر مباراه، يعني ان شاء الله النهارده بحضوري الماتش النهائي هبقى حضرت 34 مباراه، رقم يا بختك لو يا انا عويس. لو انا يا بختك لو انا قررت احضره على ما حضرت 17 او 18 مباراه في روسيا كنت حاسس ان انا عملت انجاز تاريخي، كنت بسافر 3 4 ايام عشان اروح من مدينه لمدينه بالقطر، بسافر 24 ساعه عشان احضر ماتش، انا هنا بالمترو في تلت ساعه بتحرك من ملعب وملعب، فده ادى فكره ادى صح. متعه وجمال للكوره
وخلى الناس اللي بتحب الكوره تبقى متواجده. تواجد الجماهير في مساحه ضيقه من الارض عمل حاله من الانسجام والتالف غريبه. يعني انت تشوفي في المترو البرازيليين جنب الارجنتينيين، ودول الحقيقه جمهور مستحيل تجمعيه في مكان من غير ما يتخانقوا. بيغنوا ودول بيغيظوا دول ودول بيغيظوا دول، وحاجه يعني يعني لما الارجنتين خسرت من البرازيل من السعوديه اسف، بدا البرازيليين يرددوا جمله وينو ميسي اللي كان الجمهور السعودي بيقولها. تسمعها في المترو برازيليين بيقولوا وينو ميسي وينو ميسي وينو ميسي. وبعدين اتقلبت الايه، بدا الارجنتين لما بداوا يكملوا بداوا يغنوا اغنيه انه ميسي احسن من بيليه ومارادونا احسن من بيليه، اللي هي الاغنيه الشهيره بتاعتهم اللي بتتردد في كل حته. الحقيقه اجواء انا يعني انا حضرت كاس عالم قبل كده، اجواء لا اجواء ال 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 فعلا فكره المساحه الضيقه اللي اتعملت عليها البطوله اللي كانت عامله حاله رعب العالم كله، وكانوا كل خايف ان البطوله تفشل بسبب ان دوله قطر دوله مساحتها مساحه الارض مش كبيره، كانت هي سبب نجاح البطوله. يعني حاجه غريبه جدا انه المساحه الضيقه من الارض كانت هي السبب في نجاح البطوله بالظبط، السبب في فشلها. والحقيقه انه ده مع تفاصيل كتيره طبعا، يعني مش محتاجه مكالمه تليفون، محتاجه حلقات. احنا كده كده انت معانا يوم الاربعاء ان شاء الله يا عويس، هتنورنا ودي هنعمل ليها برومو، الفقره دي لازم تعمل لها برومو، لان انت يعني بجد لا طبعا انت متالق جدا والتغطيه كانت رائعه، وانت زي ما بيتقال كده حضرت لحظه بلحظه اللي بيتم هناك، فمهم جدا انت تنقل لنا بقى الصوره حيه والتفاصيل والكواليس كمان اللي يمكن الكاميرات يعني ما وضحتهاش. بنشكرك جدا زميلنا العزيز احمد عويس، وباذن الله كده نشوف برضو نهائي حلو، يعني زي ما هو نقل لنا كريم الناس زي ما اتقال كده متجمعه او مقسومه ما بين منتخب فرنسا والارجنتين. والغريب اللي هو قاله على فكره ان في فرنساويين متعاطفين مع ميسي بصراحه، دي يعني تخيل انت، ده يوريكي ميسي الى اي درجه هو معشوق جماهير كره القدم حول العالم. لما ناس من فرنسا نفسها ماتش الفاينل يبقوا متعاطفين مع ليونيل ميسي اكتر من تعاطفهم مع منتخبهم، فده ما هو هو استثنائي ليه؟ هو مش استثنائي من فراغ، رهيب ماشي. هو حاله استثنائيه في كل حاجه الحقيقه تخصه، مش عارفه انا ما مش طبيعي، مش بشوفه قوي كده. انا عارف انت كريستيانو رونالدو، يعني رونالدو عندك هو ال لو هو حتى الأهم. على المستوى الشخصي انا يعني طبعا هو احترمه كلاعب جدا جدا، ولكن انا بميل للراي ان هو انسانيا ليس الافضل، انسانيا كبني ادم ليس الافضل، بس كلاعب ولا اروع. حلو كده ماشي الحال كده، يبقى ماشي عشان ما حدش يزعل يقول لك انت تغلطي في ميسي. بقول رايي انا حره. اما بقى بالنسبه لتفاصيل حاله الطقس المتوقعه الايام القليله القادمه، معانا على التليفون دكتوره منار غانم وهي عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، استاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. ابتدت الدنيا يعني شويه تدخل في الاجواء الشتويه شويه النهارده الصبح بدري، كان في انخفاض ملحوظ نسبيا في درجات الحراره، يا ترى هيبقى الوضع عامل ازاي الاسبوع ده باذن الله؟ هو بالفعل يمكن احنا فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل بنشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، الاجواء بتكون فيها اجواء مائله للبروده على اغلب انحاء الجمهوريه، لكن مع سطوع اشعه الشمس وتقدم ساعات النهار خاصه فتره الظهيره في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، احنا بنحس بالدفء خلال فتره الظهيره على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، يمكن كمان محافظات الجنوبيه الاجواء بتكون عليها حاره خلال فتره النهار، وزي ما ذكرنا في الاول ان مع غياب اشعه الشمس درجات الحراره تنخفض بشكل كبير. الاجواء دي هتستمر معانا غدا الاثنين ان شاء الله، مستمرين في معدل درجات الحراره ما بين ال 24 وال 25 درجه مئويه، مع استمرار كمان تكون السبوره المائيه اللي بتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه منها المسطحات المائيه. احنا لاحظنا تكون السبوره المائيه كثيفه وانخفضت معها الرؤيه الافقيه بشكل كبير خلال الايام الماضيه، واستمرت كمان لليوم انخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق، وده هيكمل معانا غدا ان شاء الله. لكن مع يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله هنبدا نحس بانخفاض في درجات الحراره فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، هيكون ملحوظ اكثر مع يوم الاربعاء والخميس. يعني احنا مع نهايه الاسبوع ده من يوم الثلاثاء لنهايه الاسبوع هنبدا نحس بالاجواء الشتويه،
انخفاض في درجات الحراره فترات النهار وايضا فترات الليل. العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 20 درجه مئويه مع نهايه الاسبوع، يعني هنحس بالاجواء الشتويه اكثر، خاصه ان البدايه الرسميه لفصل الشتاء يوم الاربعاء القادم 21 ديسمبر، تبقى البدايه الرسميه لفصل الشتاء. وكمان فرص الامطار هنبدا نلاحظها ان شاء الله من يوم الثلاثاء بشكل كبير على المناطق الساحليه، وتمتد كمان لبعض المناطق الداخليه. فاحنا النص الاول من الاسبوع الاجواء لسه اجواء دافيه واجواء خريفيه، مع نهايات الاسبوع هنبدا نحس بالاجواء الشتويه وسقوط الامطار، وكمان هيكون في نشاط رياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره في نهايه الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. رائع جدا، كالعاده بنشكرك دكتور منار على التغطيه، شكرا لحضرتك. اجهزي بقى فريراتك. لا انا طلعتهم من شهر 9، انا قلت لك انا شتيت شهر 9 خلاص، عشان ما بيناسبنيش شهرين شتاء في مصر. انا بحب الشتاء، ست شهور بالنسبه لي حلو جدا. على كل حال طبعا لسه الاخبار ما خلصتش، ولسه عندنا تغطيات كتيره جدا واخبار خاصه بالنادي الاهلي وبالمونديال، بس بعد الفاصل. عوده ل 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، ولسه اكيد عندنا مع حضراتكم اخبار كتير هنتكلم فيها، سواء متعلقه بالنادي الاهلي وسواء متعلقه بالضرب النار اللي حاصل في المونديال. اكيد هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل في اول فقراتنا الحواريه النهارده عن كل اللي فات وعن لقاء النهارده ان شاء الله، اللقاء الناري ما بين الارجنتين وفرنسا. طيب على صعيد النادي الاهلي واخر المستجدات واخر الاخبار فيه وفي فرقه المختلفه وفروعه المختلفه، احنا زميلتنا العزيزه سارة حامد جاهزه دلوقتي عشان تعرفنا على كل هذه الامور. صباح الفل عليك يا سارة، اتفضلي، اهلا بيكي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا في بدايه الاسبوع، ويمكن زي ما انت قلت يا كريم هكون معاكم عشان نقول لكم اهم الاخبار وابرز يعني الامور طبعا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق النادي الاهلي، ويمكن يعني بعد راحه سلبيه لمده 24 ساعة بعد مباراة الأهلي وفيوتشر، يمكن طبعا يعني قرر مستر مارسيل كولر أنه الفريق يرجع ويستأنف تدريباته مرة أخرى على ملعب مختار التتش استعدادا ليه يعني طبعا بقية المباريات في بطولة الدوري. ويمكن النهاردة الفريق يعني رجع والأول بدأ التجمع الساعة 9 الصبح، وبعد كده التدريب بدأ الساعة 10 الصبح على ملعب مختار التتش، ويمكن الفريق يعني بيستعد بشكل قوي عشان المباراة القادمة إن شاء الله أمام فاركو، واللي هتكون يعني يوم الثلاث المقبل على أو هتقام يعني ما بين الفريقين سواء فريق النادي الأهلي أو فريق فاركو على ملعب الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية في تمام الساعة 5 مساء، ودي هتكون يوم الثلاث إن شاء الله، ودي الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. بكرة كمان إن شاء الله التدريب هيكون الساعة 12 الظهر، وبعد كده الفريق والجهاز الفني بالكامل هيتجه لمدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق عشان طبعا يعني يدخلوا في اجواء المباراه ويكونوا في حاله تركيز اكتر لمباراه فاركو اللي هتكون يوم الثلاث ان شاء الله. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، وطبعا ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجست سيبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن النهارده ان شاء الله عندهم تدريب الساعه 2 بعد الظهر على صاله امير عبد الله الفيصل، عشان بكره ان شاء الله عندهم ثاني مباراه في البست اوف 3 امام نادي الزهور. يمكن اول مباراه من البست اوف 3 كانت يعني من يومين وانتهت بفوز النادي الاهلي بفارق يعني اكبر او اكتر من 40 نقطه على نادي الزهور. بكره ان شاء الله هتكون ثاني مباراة، ولكن هيكون متواجد فيها الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي بدلا من مستر اوجست سيبوش، بسبب ان هو يعني لسه في فتره العقوبه من الاتحاد المصري لكره السله ان هو موقوف يعني اول مباريتين في بطوله الدوري. فهيكون متواجد بكره الكابتن احمد الجرحي كمدير فني مع الفريق بكره ان شاء الله في ثاني مباراه من البست اوف 3. ويمكن يعني ان شاء الله في حاله بكره فوز فريق النادي الاهلي الفريق يتاهل بشكل رسمي لدور الثمانيه من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال. كمان سيدات كره السله النهارده ان شاء الله عندهم تدريب، ويعني لسه لم يتم تحديد يعني جدول او مواعيد المباريات في بطولة الدوري السوبر لكرة السلة سيدات ويد سيدات. النهاردة إن شاء الله عندهم آخر مباراة مع نادي سلوى الكويتي، ويمكن دي في البطولة الكويت البطولة الودية اللي يمكن بيشارك فيها النادي الأهلي مع العديد من الفرق سواء فريق يعني البحرين البحريني وفريق سلوى الكويتي وكمان فتاة العين الكويتي ومنتخب عمان. يمكن دي كل الفرق اللي يعني مشاركة مع نادي الأهلي في بطولة الكويت الودية. النهاردة إن شاء الله هتكون آخر مباراة في البطولة، وهتكون تكون الساعة 3:30 في الكويت مع نادي سلوى يعني من أحد منظمي البطولة.
وبكره ان شاء الله الفريق هيرجع للقاهره، ويوم الثلاث عندهم يعني مباراه مهمه جدا مع نادي الشمس، وهتكون يعني في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على ملعب الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي. كمان الطايره رجال النهارده عندهم تدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه هتكون الساعه 11 الصبح، والفتره المسائيه الساعه 6، وبرده التدريبات دي هتكون على صاله امير عبد الله الفيصل. ويمكن ان شاء الله يعني اول مباراه بالنسبه لرجال كره الطايره طبعا تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. المباراه اول مباراه ليهم هتكون مع نادي ايسترن كومباني، وهتكون يوم يعني يوم 24، وهتكون الساعه 4 على صاله نادي سموحه. وبعد كده تاني مباراه هتكون مع نادي سموحه، وثالث مباراه هتكون يوم 31، ودي هتكون مع نادي الزمالك على صاله نادي الزمالك في 100 عقبه الساعه 8. ويمكن كل المباريات دي يا كريم وانا هونت يعني خليني اقول لكم ان دي هتكون الدور الاول من بطوله الدوري الممتاز للكره الطايره. يمكن خلاص الفتره اللي فاتت كانت هي الدور التمهيدي للدوري، المره دي هتكون الدور الاول، واول مباراه ان شاء الله هتكون لنادي الاهلي مع نادي ايسترن كومباني. ده بالنسبه لرجال كره الطايره. كمان سيدات كره الطايره النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 7، عشان بكره عندهم مباراه مع نادي 6 اكتوبر في صاله او على صاله نادي 6 اكتوبر، وهتكون في تمام الساعه 6 مساء، ودي الجوله العاشره من بطوله الدوري الممتازه للكره الطايره. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده خليني كمان اقول لكم انه امبارح يعني ناشئي وناشئات كمان كره السله فازوا ببطوله منطقه القاهره، سواء 14 سنه سيدات و14 سنه يعني ولاد فازوا ببطوله منطقه القاهره. ويمكن يعني خليني اقول لكم بطوله منطقه القاهره دي بالنسبه للسيدات فازوا على نادي الجزيره بنتيجه 61-55، والولاد فازوا على نادي الجزيره بنتيجه 69-50. ويمكن خليني اقول لكم يعني انه رجال او الولاد يعني الناشئي كره السله تحت قياده الكابتن خالد عياد يمكن قدموا يعني مباراه قويه جدا امام نادي الجزيره امبارح، وانتهت بفوز النادي الاهلي. كمان يعني ناشئات بدوا قدموا يعني عرض قوي واداء متميز منهم طوال الفور كوارترز امام نادي الجزيره، وانتهت البطوله والفوز ليهم. طبعا يمكن هم فازوا بنفس البطوله دي الموسم اللي فات، وفازوا بيها لتاني مره على التوالي. يمكن دي كانت كل اخبار النهارده يا كريم ونهاوند بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه، وكمان الفريق الاول لكره القدم واستعداداته للمباراه القادمه ان شاء الله امام فاركو في مدينه الاسكندريه. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. لا والله ما فيش اي اسئله، انت قلتي يعني ما يكفي، وبنشكرك على التغطيه دي جزيل الشكر زميلتنا العزيزه سالة حامد. الواضح ان الجو برد. اه شكلها واضح ان الجو هوا. حتى واحنا جايين كان الجو النهارده برد شويه. ما ده اللي كنت بقوله الدكتوره منار اول ما يعني خدت بالي من أن اولا حاولت ان انا انزل متاخر نسبيا، لان عرفت من امبارح بالليل فكره ان النهارده هيكون في شبوره، بس وقت ما نزلت ما كانش في شبوره، بس كان الدنيا مغيمه وفي برد ملموس يعني. تحيه حتى على فكره واحنا قاعدين دلوقتي في الاستوديو اوقات بيبقى الجو النهارده انا بردانه واحنا قاعدين مثلا، يعني حتى احنا التكييف قليل، بس فعلا في ايام بنبقى بنموت من الحر لو انت فاكر على الاسبوع اللي فات. السقعه الحقيقيه هتبتدي مش قوي والله يا كريم، ما بحسش مصر دلوقتي من الدول اللي اصبح الشتاء عندها شتاء زي ما تقال تقيل او شتاء قوي خالص. انا ما اعرفش، انا شايف غيرك، انا شايف ان شتاء مش في مصر، الشتاء عموما دلوقتي اقصى واقوى من زمان، والحر بتاع الصيف دلوقتي احر 100 مره من والله العظيم. يعني انا بقيت مقتنع تماما بفكره فعلا تغير المناخ وانعكاساته في درجات حراره، ناهيكم بقى عن بقيه الحاجات وانهيارات جليد وذوبان مش عارف ايه وجفاف يعني الدنيا خربانه. لا الملف كبير، الدنيا خربانه مش وقته دلوقتي. على كل حال خلينا نختم مع حضراتكم الفقره الاولى ونقول مبروك للمنتخب المصري لشباب الريشه الطايره، فوز بخمس هنا ميداليات في بطوله افريقيا، وكانت مقامه ب يعني دوله موريشيوس، ده كان خلال الفتره من 7 ل 18 ديسمبر الشهر الجاري. وشباب الفراعنه زي ما اتقال عليهم كده حققوا خمس ميداليات، واحده ذهبيه واربعه برونزيات. وبالمناسبه خلينا اقول لحضراتكم كمان لاعبي المنتخب المصري سبق وحصدوا 12 ميداليه متنوعه بالبطوله العربيه اللي اقيمت كانت الشهر اللي فات بالكويت تحديدا، ادائهم محترم ونتيجتهم محترم او محترمه زي ما بيتقال كده. احنا الفقره الاولى خلصت، بس قبل ما نروح فاصل بفكر حضراتكم مره كمان بسؤال السوشيال ميديا اللي كنا طرحناه في بدايه الحلقه، بتتوقعوا مين في يعني اللي يفوز بنهائي النهارده المباراه والمونديال بتاع قطر 2022؟ عايزين تقولوا اي تفاصيل برضو يعني قولوا لنا، لو هو عايزين توقعوا الاجوال سير المباراه هيبقى في التايم نفسه ولا هيبقى في الاكسترا تايم ولا ضربات الترجيح، اي حد حابب يضيف اي معلومه يتوقعها طبعا ممكن ده برضو يفيد. فاصل وهنرجع نكمل.
عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية. وطبعا زي ما كنا بنقول في مقدمة حلقتنا النهاردة، كلها ساعات بتفصلنا عن لقاء ناري أكيد هيكون ما بين منتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين، ختامها مسك إن شاء الله، ومباراة قوية أكيد كلنا بنستعد لمتابعتها وإن شاء الله نسعد بمتابعتنا ليها. عايزين نعرف بقى كل التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء، وكمان نتكلم في تفاصيل اللي فات من أحداث المونديال. كل ده هنتكلم فيه مع الأستاذ آسر حسين الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. يا صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا كريم وعلى نهاوند، وأنا اللي مبسوط إني معاك وفي بيتي قناة الأهلي. صباح الفل على كل الأهلاوية. صباح الخير عليك، وتوقيتك مهم جدا تكون معانا النهارده في نهاية المونديال، واكيد اكيد هنتكلم على المباراة النهائية ما بين طبعا يعني الارجنتين وفرنسا والتوقعات والكفة ارجح لمين، ولو ضربات الترجيح وصلنا ليها يعني. وده على فكرة بالمناسبة ده السيناريو اللي ناس كتيرة جدا متوقعة. خلينا بس نروح للمغرب، المغرب وكرواتيا. هل كنت متوقع بداية ان المغرب وكرواتيا هيبقى المباراة بهذا الشكل؟ كنت شايف المغرب فرصتها اكبر، ولا برضه انت بتتكلم عن منافس تقيل قوي كرواتيا والوصيف الثاني في المونديال، او الوصيف يعني في مونديال روسيا؟ فخلينا نفهم وجهه نظرك برضه. طب تعالي ناخد الموضوع من الاتجاهين. يعني هواند يمكن دايما يتقال الثالث والرابع، مباراه الطرديه او مباراه انه الفريقين خلاص الطموح بتاع الوصول للنهائي ما حصلش، فبيبقى مش داخلين بنفس الحماس، او اوكي انا بس عايز امشي من المونديال بميداليه استحقاق بس يكون على صدر اللاعبين. لكن كمان منتخب المغربي بالتدرج اللي حصل وفي طريقه، الطريق كان صعب جدا جدا، وخد في طريقه ابطال اوروبا وخد اسبانيا وخد البرتغال، وطبعا في المجموعه خد بلجيكا وكرواتيا، فبالتالي الناس كانت تتوقع انه قادر يعمل مباراه كبيره امام كرواتيا. على الناحيه الثانيه كرواتيا لعبت المباراه بشراسه كبيره جدا. زلاتكو داليتش المدير الفني كان عنده استحقاق انه وصل مرتين ورا بعض، ودي انجاز لبلد صغير زي كرواتيا، باك تو باك يعني 2018 وصل قبل نصف النهائي، و2022 لعبوا المباراه بشراسه كبيره جدا. كمان عندها يعني لو اتكلمنا على كرواتيا الاول، عندها صراحه يعني استحقاق مهم جدا. هم شاركوا في 6 كاس عالم، 3 منهم علقوا ميداليات، يعني خدوا الوصيف مره ومرتين المركز الثالث 98 طبعا، والجيل العظيم اللي كان فيه سكر والموسم ده المونديال ده. على ناحية الثانية المغرب الحقيقة ضربتها الإصابات بشكل كبير جدا، حتى لعيبة كانت داخلة القايمة واضح إنه كان حاططها ركراكي مجرد بس إنها تملى الفراغ لو احتاجها في أضيق الحدود. كان في إجهاد كبير جدا، رغم ده المغرب لعبت برجولة وبأداء بطولي حتى في مباراة كرواتيا، لكن غلبت الخبرة اللي عند كرواتيا أكتر، التماسك البدني اللي عند كرواتيا أكتر، قدر هو اللي يحسم اللقاء. لكن حتى الآن المغرب حتى في مباراة الأمس بيضرب أرقام قياسية جديدة. أول منتخب عربي أفريقي حقق المركز الرابع، أعلى كلين شيت في تاريخ البطولة، أعلى فريق عربي وأفريقي سجل 20 هدف، فبالتالي يعني استحقاقات كتيرة جدا منتخب العربي. هي مش خارجة خسرانة يعني، نقدر نقول بجد أبداً بالعكس. أبدا أبدا، إحنا بنتكلم إن المغرب فريق عربي وأفريقي رابع العالم دلوقتي. طب ما هو الإنجاز التاريخي ده، وفي ناس مسمياه إعجاز مش طبعاً. إنجاز كمان طبعاً. هل كل اللي حضرتك تفضلت بيه ده يصعب مأمورية أي منتخب عربي في أي نسخة مقبلة من المونديال لو مكتوب له إنه يشارك فيها، ولا بالعكس يدي حافز لأي منتخب عربي إن إحنا قادرين أهو ووصلنا أهو للمرحلة دي في يعني في نسخة من نسخ المونديال؟ سؤال حلو جدا يا كريم. بص أقول لحضرتك، هو الناحيتين، هو رفع سقف طموحات عالي جدا جدا جدا، على الستاندرد جدا، فبالتالي أي فريق عربي أفريقي مطالب لغى أو ضرب بعرض الحائط، يعني ما فيش حاجه اسمها تمثيل مشرف تاني يعني طبعا. نسف الكلمه طبعا. خلاص، لان هيبقى شكله وحش قوي لو حصل بعد جدا طبعا. جدا على الناحيه الثانيه، لو احنا بنشكر منتخب المغرب بنشكره على اكتر من حاجه، على فكره انه ادخل للعقليه عقليه اللاعب العربي عقليه اللاعب الافريقي فكره فن المستحيل، انه صدق انت ممكن تروح السيمي فاينل، ممكن توصل، ممكن تقارع اقوى البطولات. حتى مباراه فرنسا اللي هي قدام حامل البطل لعبها بشكل قوي جدا 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 وبشراسه كبيره جدا وبأداء بطولي، يمكن بس شويه اخطاء دفاعيه ساذجه مع الخبرات هي اللي حسمت المباراه لاخر فرنسا في اخر الدقائق. يعني كانت مباراه 1-0 وفي كره في العرض للمغرب وعلى في الطريق ان هم يتعادلوا، لكن انقلب الموضوع انه هدف التاكيد. لكن ردا على سؤال حضرتك يا استاذ كريم، انه رفعوا السقف عالي جدا، فكره فعلا مستحيل. اي فريق دلوقتي بقى عارف انه يقدر، انه بس بالتخطيط الجيد او بالاستعداد الكويس للمونديال يقدر يروح لبعيد. المغرب عملت نموذج في كل حاجه، حتى في مش بس في الكوره، بره الكوره المشهد، وكمان رساله لكل دول. هي بره الكوره متحققه في صوره مهندسين واطباء والى اخره من العالم العربي،
عاملين نجاحات مدويه في دول الغرب اللي هم عايشين فيها، بس في كره القدم الكلام ده ما كانش بيحصل. ما حتى 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 في حته الغرب استاذ كريم، يعني يمكن انا بعتقد انه لو المنتخب المغربي عايز يهدي البطوله دي لحد، او احنا عايزين نهدي الاستحقاق ده والوصول لمركز رابع لحد والاداء العظيم ده، هو الاهالي اللعيبه دي طبعا. ناس بتتكلم على يعني هي فعلا فعلا رجعت ولفت وترجع تاني ل الشقاء او رحله الكفاح بتاعه البسطاء اللي راحوا ربع. يعني هتلاقي مثلا زياش مولود في هولندا، حكيمي مولود في اسبانيا، الاهالي دي استحملت كم هائل من حتى حكيمي كان بيقول بفخر ان والدته كانت بتنظف البيوت طبعا. فبالتالي استحملوا معيشه شاقه جدا طبعا. وعنصريه في بلاد الغرب، ورغم ده لما جه التوقيت انه اللعيبه دي بقت بصبغه اوروبيه او تم تصنيعها او تشكلت بعقليه لاعب اوروبي، اختاروا تمثيل بلدهم الام هو المغرب. فبالتالي هي اهداء للبسطاء اللي تحملوا اهالي اللعيبه دي. ففي رسائل ودروس كتيره جدا من المغرب حتى بره الكوره، بدليل ان كل اللقطات اللي كان فيها لعيبه المنتخب المغربي بيقبلوا ايادي والدتهم والدتهم هم عايزين يقولوا دول ابطال حقيقيين. يعني اللقطه بتاعت طبعا الفيديو اللي لف العالم كله بقى فايرل وانتشر، اللي هو البوفال بيرقص مع والدته، عايز اقول هو ده يعني اللي استحملته الست دي، خلتني على المنصات الدوليه دلوقتي انتوا شايفينها، خلتني اللاعب الدولي اللي انا عليه. حاجه كانت جميله فعلا. بص الانسانيات دي تلاقيها اكتر، يعني موجوده طبعا في العالم كله، بس تلاقيها اكتر عندنا كعرب برضو. احنا لسه عندنا الحته دي، ولسه برضو الاصول بص موجوده. يعني انا حتى انا وكريم مره اتكلمنا في تفاصيل، بنشوف اللعيبه الاوروبيه فيرسز اللعيبه العربيه، تلاقي الاوروبيين اكتر بيتباهوا بمراتاتهم بعيالهم، لكن الاصل عند العرب بيبقى الاهالي اكتر، ودي برضو فيها رد جميل زي ما انت كنت بتتكلم. لو كان على بالظبط، لو كان على الناحيه الثانيه لعيب يوصل للتوب ليفل بقى خلاص، بقى لعيب مشهور وسليبرتي ومشهور، هتلاقي مثلا معاه زوجته او الموديل اللي مصاحبها، لكن هم اختاروا هم اختاروا. يعني بوفال اختار حكيمي لما جري على والدته، بوفال لما اختار يروح لحد في المدرج ينزل يرقص معاه اختار والدته. حتى كان في فيديو معرفش ده كان صح ولا غلط، ومن غير صوت جايبين مرات حكيمي واقفه بتتخانق معاه بعد، عشان بيقول لك انت لفيت سلمت على الملعب كله وما جيتش جاي لنا في الاخر بقى بعد ايه؟ رجعت تقول بعد ايه؟ بعد ايه؟ المهم بقى خلينا نرجع آسر للمونديال ونتكلم بقى شوية. يعني خلاص كرواتيا والمغرب عدت، وكرواتيا برضو فريق أو كان منتخب برضو تقيل بصراحة، ومحقق ذاته في الفترة الأخيرة كام سنة اللي فاتوا بشكل كبير، وربما في المونديال القادم في أمريكا برضو يبقى فيه أداء ممكن مفاجئ، نلاقي مثلا كرواتيا خدت كأس العالم، يو نيفر نو زي ما بتعرفي قريبة لده. لو كلمنا بقى عن المباراة النهائية النهاردة وفرنسا والأرجنتين، وكانت حاجة غريبة جدا زميلنا عويس بيقولها لنا ونقل لنا الموجود هناك، يعني الصورة ناس فرنساويين متعاطفين مع ميسي. يعني تخيل انت منتخب بلادك بيلعب، لكن عندك حته كده تقول يعني لو الارجنتين خدتها مش مشكله، تخيل. فانت بتشوف ده ازاي؟ غريبه قوي. بشوف ده انه يعني ميسي يبقى ميسي الحقيقه، انه ناس بتتكلم يمكن قبل المباراه يعني هوندو وكريم على انه فكره طب هو محتاج فعلا التتويج، او زي ما الانجليز بيقولوا عن تشيري اون ذا كيك، عشان يكلل المشوار ببس يتبروس كده بكاس العالم. انا بعتقد انه يعني مش في احتياج لاي حاجه، هو ما عندوش حاجه يثبتها، لكن الناس من حبها لميسي عايزاه يبقى بطل اللقطه الاخيره، في انه يبقى بطل لشعبه بالتالي، ويستحق برضه ويستحق طبعا يستحق مع المشوار اللي هو عمله في بالزبط. حياته وفي رحلته يستحق الكريزه دي اللي في الاخر. ايوه يستحقها، لانه كمان احنا كنا عايزين حد منهم اللي ياخدها كريم، يعني يا رونالدو يا ميسي. فلما رونالدو خرج زي ما انت بتقول فالناس حابه قوي ان ميسي ياخدها. هديك مثال كمان هوندو كريم على فكره انه يبقى حد من فرنسا يعني بيميل لميسي. جاري لينكر طبعا المذيع المشهور واللاعب العظيم من منتخب انجلترا، بيقول لك في الجون بتاع 86 لما مارادونا رقص الفرقه كلها، هو كان في الملعب جاري لينكر، قال لك في لحظه ما انا من لما اتاثرت بعظم كنت اسقف. انت متخيل قبلها كمان كان جاري لينكر ده لوحده كان حدوته، ده كان الهداف البطوله يعني. طبعاً. فتخيل نفس الكلام على المعيار ده. أيوه. انه في ناس من فرنسا طبعا يعني بلدي وعايز اشجع بلدي وتكسب، بس ده ميسي. فبالتالي طبعا مباراه كبيره جدا، ميسي على قربت قوي. يعني لو ناخد بالتدريج، عارف يعني هم مشيوا 2006 كان نازل كبديل في ماتش صربيا ومونتينيجرو في دور المجموعات، وشارك كسبوا 6-0، شارك سجل اسيست وعمل جول، يعني سجل جول وعمل جول. جه في 2010 مع مارادونا كان مدير الفني، خرجوا بشكل قدام المانيا وما سجلش ولا هدف. نسيت لك ده اسطوره لبرشلونه بس، ومش اسطوره لشعبنا وما بيعملش حاجه معانا. 2014 كان حامل لاربعه بالون دور ومعاه اربع كرات ذهبيه، وداخل وجايب اربع تجوان ووصل بفريقه للنهائي الوقت الاضافي، ماريو جوتس الالمانيا برضو المانيا يجيب الجون. غريب قوي الارجنتين حظها غريب في الماتش، دايما مع المانيا ما بتختمهاش بالمكسب. ليه بقى؟ بعتقد من سنه 90 وصول النهائي
كان اصلا المنتخب الارجنتيني مش بيوصل نهائي، كان اول مره يقرب جدا هي 2014. مرورا ب 2018 بدا في دور المجموعات يعني نسبيا، بعد كده اتغلب من كرواتيا، بعد كده لعب مع فرنسا، اصطدم بفرنسا بس في دور ال 16، ده غلب 4-3 وخرج بدري قوي. فبالتالي على مدار بص كام مشاركه لميسي، اعتقد دي يعني المفروض يعني الناس كلها بتتمنى انها تبتسم له اخيرا بعد خمس في خمس مشاركه. المنتخب الارجنتيني نقدر نقول انه من زمان يعني في ازمنه مختلفه كان طول عمره يعني منتخب النجم او نجمين بالكثير. مارادونا طبعا من زمان من قبل حتى مارادونا. ولك هل ده ممكن يكون من ضمن الاسباب؟ ده حقيقي جدا تاكيدا على كلامك يا كريم، فعلا انه النهارده الفرقه مليانه نجوم حوالين ميسي، لكن وقت الجد او لما احتاجت الارجنتين انها يبقى فيه لعيب حاسم او كان فيه تذبذب في دور المجموعات، اللي بيعمل الفارق لو اتحرك هو في سن ال 35 بس، يعني ممكن طول الملعب طول المباراه بيتمشى، لكن بيقدر في كوره واحده يعمل اسيست يسجل، هو اللي بيعمل الفارق. فيبقى برضو في لعيبه كويسه بتلعب في اكبر الانديه واسامي كبيره، لو طار مارتينيز ودي ماريا وغيرهم، لكن يبقى ميسي طبعا حقيقه هو منتخب اللاعب الواحد. وده اللي بيخلي لعيبه معينه مش مجرد لعيبه قد ما هم اساطير بتلعب في الملعب. طبعا حقيقي يعني. طبعا اسطوره حيه ميسي الحقيقه. فكره الكونسيستنسي هو كريستيانو على مدار 16 17 سنه كريم ونهاوند بيحتل، مفيش حد قادر يقرب يعني، محدش ما شفناش حد بيسحب البساط، يمكن كنت بتكلم انا وانت قبل الهوا، محدش قدر يسحب البساط خالص من تحتيهم. فبالتالي عايزين فعلا القفله الاخيره او اللقطه الاخيره تكون تليق بنجم كبير زيه. طيب الوضع دلوقتي من ناحيه هنبدا بفرنسا مثلا، برضو انت عارف نهايه المونديال يعني النصف النهائي بيبقى فيه اصابات بقى خلاص، عمالين يلعبوا مجهود وضغط. احنا عندنا في فرنسا مبابي شويه برضو في مش اصابه بس في اجهاد، وجريزمان وجيرو، فيعني مبابي ده ما بيجهدش. ايه ما بيجهدش مبابي كده؟ مش داخل معانا زي البشر، حتى شكله على الناس اللي هي في فرط حركه ده مش هيتعب. لا المهم برضو منتخب فرنسا عنده اجهاد واجهاد عالي، وفي نجوم اساسيه عنده مراكز اساسيه كمان، فهل ده مؤثر ولا برضو ملوش علاقه؟ انت بتلعب هتموت نفسك خلاص، دي اخر مباراه وفوز ببطوله زي ما بتقال، الكفه ارجح لمين فنيا وزي ما بتقال برضو تكتيكيا مدير فني هنا وهنا؟ فنيا بعتقد انه الكفه تميل لفرنسا، فريق متمرس جدا. ديشام داخل دلوقتي في 10 سنين في الفريق في استقرار، بقاله 10 سنين مع الفريق، عنده كمان هو على بره الخطوط استحقاق شخصي ليه هو، لما كان بيلعب حقق البطوله كلاعب وحقق كمدرب، وعنده كمان حاجه اعجاز عايز يوصل له طبعا، انت عارف في منتخبين بس اللي حققوا البطوله برازيل وايطاليا، فهو لو فاز ب كاس العالم دي هيبقى عمل الاعجاز بتاع فيتوريو بوتسو المدرب العبقري بتاع ايطاليا في 34 و38، فبالتالي هيوازي الانجاز ده زمان قوي ده. بس طبعا كان عشان كده انا نسيتها اصلا يعني، انا وكريم كنا بنتكلم، قلت له برازيل 34 الوحيد ده الوحيد اللي حقق كمدرب البطولتين هو فيتوريو بوتسو، هو اللي نفسه، وكمان عنده احصائيه ثانيه، 8 ماتشات ما حدش كسب ماتشات اقصائيه قد دي ديشون 8 مرات، الوحيد اللي بيوازيه في الرقم هو برضو فيتوري بوتسو اللي عملها مع ايطاليا في 34 38. فاعجازات كبيره جدا لديشون، هيبقى داخل عنده دوافع كثيره جدا. اللعيبه على الناحيه الثانيه 6 من اللعيبه اللي شاركت في مونديال 2000 او ابطال 2018 موجوده في التشكيله بتاعه فرنسا، فدي بيديها ثقه، اللعيبه داخله على انها ابطال. على الناحيه الثانيه سكالوني طبعا اصغر مدرب في البطوله، هو كام سنه بالظبط؟ 44. لو حقق البطوله هيبقى اصغر مدرب برضه في البطوله الحاليه يحقق البطوله. على الناحيه الثانيه هو اول مدرب للارجنتين يرجع لها كرامتها شويه. هي النسخه دي مليانه ارقام ومليانه احصائيات ومليانه ارقام قياسيه بتتحقق سواء على صعيد المدربين او حتى اللعيبه. بالمناسبه لو خدتك لورا للحظه كده، عشان في لقطات ناس كتير قوي حبتها، شافت من خلالها كل معاني النبل والصداقه كما ينبغي ان تكون حكيمي ما بين ومبابي واشرف حكيمي. اكيد خدت بالك من طبعا العالم كله طبعا، مع انتهاء المباراه تقريبا ما سابوش، يعني بدل ما يروح ويجري ويحتفل مع بقيه زمايله ومنتخب بلده هو كان قاعد بس بيواسي في اشرف حكيمي، وغيروا التيشيرتس مع بعض ودخلوا في الاوضه اللي في الطريق اللي بتدخل للبس، قعدوا على الارض هما الاثنين وساندين ظهرهم وكانه مبابي خسران وقاعد بيواسيه هو كمان، يعني فاهم ازاي؟ يعني شفت اللقطات دي ازاي؟ طبعا كنت بتتكلم على لقطه واحده من اجمل اللقطات في كاس العالم. بعتقد الاثنين بينهم صداقه كبيره جدا جدا في باريس سان جيرمان، ودي الناس بتقوله دايما، يعني انا الناس تقول لك ايه اكتر لغه ناس بتتكلمها في العالم؟ الانجليزي. او انا بعتقد لغه الكوره هي اكتر لغه سبوكن على مدار او الناس بتتكلمها في العالم. انت عارف يا كريم انا مره كنت بلعب في مكان بره مصر،
واللعيبه اللي نازله الاختبار كلهم من جنسيات مختلفه. أوكي. بنتكلم لغه مختلفه. في الملعب ده ما كانش موجود، ده داب بانه بعينك هو عارف لغه الكوره، هو عارف انك طبعا هتروح على الحته دي هتقطع عليها طبعا هتلعب الباص. فنفس الكلام مع امبابي وحكيمي، الكوره بتقرب الناس دايما، الكوره بتدي رسائل دايما. حكيمي وامبابي بينهم صداقه مهمه جدا وكبيره جدا، ما رغم ان مباراه نصف نهائي واقصاء واللي هيكسب يوصل نهائي. شفنا بعد الماتش كان في لقطه كمان جميله بتاعت لما كرواتيا كانت بتلعب البرازيل، وابن بيريسيتش كان عايز يجري مخصوص عشان يروح بس يقول لنيمار هارد لوك، يعني مربي عنده بيريسيتش الاحساس ده، وهو بيعيط خده في حضنه، خده في حضنه من كمان المواساة من طفل طبعاً. يعني مدرك حجم المعاناه انك تطلع. فطبعا في زي ما انت قلت كريم احصاءات كثيره ولقطات كثيره جميله في البطوله دي، هي مميزه بكل المقاييس. بطوله على ارض عربيه تم فيها اثبات او اظهار الهويه العربيه للعالم كله، تنظيم مبهر، كل حاجه فيها الحقيقه كانت مبهره جدا حتى الان. حلو قوي. انا عايز اروح معاك لزاويه مختلفه شويه، حراس المرمى. حراس المرمى في المونديال ده برضو كلهم اسماء كبيره واسماء لها تاريخ عظيم. مين اكتر حارس، مش لازم يكون حتى دلوقتي في النهائي، يعني مين اكتر حارس بتشوفه كان متالق جدا من كل المنتخبات اللي شاركت المونديال ده؟ بعتقد ان هواند هتنحصر جائزه القفاز الذهبي او الجولدن جلوف يعني السنه دي في مونديال قطر بين الاربعه، ياسين بونو طبعا نجمنا العربي، ليفاكوفيتش حارس كرواتيا، لوريس حارس فرنسا اللي بيلعب النهائي، واعتقد مين ممكن يكون الرابع؟ احنا قلنا بونو، قلنا ثلاثة، قلنا ثلاثة، لوريس وليفاكوفيتش وبونو وإيميليانو مارتينيز طبعا هيلعب النهائي، الاثنين دول هيواجهوا بعض، إيميليانو مارتينيز. فالاربعه دول اعتقد هتنحصر المنافسه بينهم. يمكن ليفاكوفيتش كونهم كسبوا المركز الثالث تقرب منه شويه، في النهايه هو معدي مرتين الفريق بتاعه بالاقصاء في ضربات الجزاء، شالهم في مباراه اليابان والمباراه اللي بعدها. في ماتش البرازيل كان عامل 10 تصديات، حوالي 5 أو 6 منهم جوه منطقه الجزاء قدام ريمار، فليفاكوفيتش عامل بطوله كبيره جدا. ممكن الغلبه بين برضو اثنين النهارده لو كان ادائهم هو اللي وصل فريق منهم ان هو يحمل اللقب، ايميليانو مارتينيز او لوريس تروح اللقب ليهم. بونو طبعا ضمن المرشحين، لكن اعتقد هي تنحصر بين الاربعه دول. فكرك ياسين بونو ممكن يكمل مع اشبيليه الفتره اللي جايه، ولا الوضع هيختلف معاه بعد التالق الاستثنائي اللي كلنا شفناه عليه في النسخه دي من المونديال؟ طبعا سؤال حلو جدا. هو يعني عمل اداء هتختلف؟ طبعا اداء استثنائي طبعا في كاس العالم، ودايما بتحتاج كريم ان انت يبقى عندك منصة أو ستيج عالمي تظهر فيه قدراتك، ومفيش أحسن من ده من تكون مع كأس عالم وإنك تكون أحد الناس اللي وصلت بشكل مباشر فريقك للمرحلة دي. بس خلينا نتفق إن إشبيلية برضو مش فريق صغير، هو بونو دلوقتي 31 سنة، أفضل سن الحارس مرة، ممكن استحقاق يروح نادي أكبر. فأعتقد يعني أندية كبيرة تبدأ تبص عليه، خاصة أندية كبيرة عندها مشاكل في حراسة المرمى دلوقتي. بايرن ميونخ على سبيل المثال، نوير راح في أجازة عطلة بعد كأس العالم، كان بيعمل تزحلق على الجليد وكسر رجله في 4 شهور وهو بره. فالانديه الكبيره تبدا تفكر في ده. انتر ميلان عنده مشكله في حراسه المرمى، قصدي انديه كبيره ممكن تبدا تفكر في بونو، لكن هو فريق اصلا كبير، لكن ممكن يروح لابعد من ده، خاصه انه السنه اللي فاتت هو افضل حارس في الليجا. هيروح لابعد غالبا. السنه اللي فاتت افضل حارس في الليجا، واول حارس مرمى في تاريخ اشبيليه ياخد اللقب ده اللي هو جائزه زامورا افضل حارس. فبالتالي هو دايما حتى بيسبق النادي بتاعه في الاستحقاقات يعني. جميل. بص، هو الوقت بيخلص للاسف الشديد بجد ياسر، بس انت لازم تنورنا مره كمان، لازم وبعد بقى ان شاء الله المباراه بتاعت النهارده عشان نحلل المونديال كله ونتكلم في كل الجوانب اللي يمكن ما طرحناش او ما ركزناش عليها خلال المونديال، اللي احنا انشغلنا بالفنيات والمنافسات وكده. بس بجد قراءه اكثر من رائعه، شكرا ليك جدا. ميرسي يا هواند، مبسوط ان كنت معاكي مع كريم، وصباح الفل عليكم. والوقت جري والله بجد. الوقت حلو جري بسرعه. ربنا يخليك. طيب خلونا نشوف بقى توقعات الجانب من الجماهير فيما يتعلق بلقاء الختام النهارده بين الارجنتين وفرنسا. ناس قالت رايها من خلال التقرير هنعرضه على حضراتكم، تابعوا معانا. موضوع الكوره واخد بالك، ما تقدرش تتوقع، كله بيبقى كلام يحتمل ان هو يكون مظبوط او مش مظبوط، لكن المهم ان احنا نتفرج على ماتش حلو واجوان كويسه، هي دي اللي بتفرق معنا في الاخر. احنا كمصريين ممكن تكون انت بشجع فريق معين وانا بشجع فريق معين، لكن في النهايه عايزين نتفرج على ماتش حلو. لا طبعا مش عايش، كان نفسي طبعا المغرب هي تطلع، بس يعني ربنا ما اردش، فمعلش. فخلينا المره دي ميسي يكسبها المره دي، وان شاء الله بينا حظ السنه الجايه ان شاء الله في اذن الله. هو ماتش 50-50، بس الارجنتين يعني ميسي رجع الفريق بتاعه، هم عاملين ماتشه حلوه، مفيش الا ماتش السعوديه اللي خسروا فيه بس عاملين ماتشه حلوه، واحنا الشعب المصري بيحب الارجنتين، البرازيل، الكره اللي هي اللاتينيه دي. والله هو الواحد اتمنى فوز الارجنتين عشان ميسي،
لان هو ما توجش بطوله كاس العالم قبل كده رغم ان هو وصل لنهائي 2014 قدام المانيا. انما برضو فريق فرنسا فريق متكامل وممكن يحافظ على اللقب، والمباراه بتحتمل جميع الاحتمالات. اتمنى الارجنتين تكسب بصراحه، رغم ان فرنسا فريق قوي جدا بس اتمنى الارجنتين. انا شايف ان منتخب فرنسا متكامل اكتر، خط الدفاع والهجوم وخط الوسط وفي ربط كويس. طبعا في الارجنتين في ميسي بيربط الجزء اللي هو اللي قدام بالدفاع، بس منتخب فرنسا متكامل اكتر وخططيا احسن. ميسي برضو عنده مهاره عاليه، بس امبابي سرعته جامده وبيربط مع اللعيبه الثانيه، وجريزمان برضو. هتبقى تاني مره على التوالي، وبصراحه كده يعني انا بميل لكريستيانو، فمش هتمنى ميسي يكسب نهائي كاس العالم. امبابي، انا من معجبين امبابي. هو اعتقد الارجنتين هتكسب كاس العالم، مش اعتقد بس، انا حابب كمان الارجنتين تكسب. توقعات حضراتكم لنهائي النهارده وارجنتين وفرنسا، مباراه اعتقد في غايه التنافسيه زي ما بيتقال كده، و50 50 يا كريم، ما تقدرش تقول غير بجد 50 50. الدوافع والمستوى الفني اعتقد هتبقى حاجه شويه غير متوقعه، رغم ده في توقعات حضراتكم شفناها من خلال طبعا التقرير. خلينا بقى نقرا معاك وندخل على توقعات الناس اللي كتبت لنا على السوشيال ميديا. هتلاقي رقم 2-0 لفرنسا متكرر كتير في تعليقات ناس كتير. اه والله، بس مبدئيا 2-0 كمان يعني الارجنتين مش هتحقق حاجه خالص. لا هي موزونه، بس فكره 2-0 تحديدا متكرره. تعالي نبتدي بداليا محمد تقول صباح الورد على اجمل برنامج، توقعاتي فوز منتخب فرنسا بنتيجه 2-0، واسلام الفولي بيقول ان شاء الله فرنسا 2-0. برضو محمود عبد العزيز 2-0 لفرنسا. حبيبة أحمد، الأرجنتين 3-1، دي نتيجة مختلفة. دي هتبقى مفاجأة كبيرة لو ده حصل. مش هيحصل، أنا بقول لك المونديال ده فرنساوي. محمود سعد عز الدين بيقول 2-0 لفرنسا، وأحمد بيدو بيقول 2-1 للأرجنتين. فودك كينج بقى 2-1 للأرجنتين، ما ماشي. سعيد عبد العزيز، لا ده أبو العز، 2-1 للأرجنتين برضو. عوض محمد، فرنسا إن شاء الله 2-0. مروه خالد بتقول الارجنتين 2-0، ومنى حسن من غير ما تقول سكور بس قالت فوز فرنسا، ونور بتقول 2-1 للارجنتين. ابو صفا فرنسا 2-1، محمود عارف 2-1 لفرنسا، يوسف ملاك 3-2 لفرنسا. علي السيد بيقول فوز فرنسا 1-0، وكامل عطيه بيقول الارجنتين هي اللي هتفوز، ومحمود عبد الرحيم بيقول فوز الارجنتين بالته بنتيجه 2-1. دي منتخب جديد. الماتش عند الارجنتين النهارده. ده منتخب جديد معانا. عبد الحميد انور فرنسا 3-2، فوز فرنسا ايه؟ بركه الصلاه والسلام على رسول الله. فعلا. عمر احمد 1-0 الارجنتين. عماد بيقول الارجنتين هتكسب 2-1، وسيد عاشور بيقول فرنسا 2 الارجنتين 0 ان شاء الله. بص الكفه لحد دلوقتي ارجح لفرنسا برضو. انت واخد بالك من التوقعات؟ طبعا طبعا. تامر النصايره 1-0 لفرنسا، بتالي دعم علم فرنسا طبعا. احمد رمضان 2-1 لفرنسا. بيبو احمد الارجنتين 2-1. محمود الشاذلي بيقول ان شاء الله تعالى الارجنتين 2-0، ومحمود يسري محمد بيقول الارجنتين 2 وفرنسا 3، ومحمود تايسون بيقول 2-1 للارجنتين. علي عسكر 2-1 للارجنتين، زيزو كوتش 2-1 فرنسا، يوسف السيد 3-0 فرنسا. واو، اعتقدش هاي سكور كده 3 ازاي يعني، ارجنتين برضو مش سهله يعني. وحياتي كله وارد، كله وارد. محمد رمضان بيقول فرنسا 2 الارجنتين 1، محمود حجازي بيقول 2-1 للارجنتين، ورفعت عنتر بيقول 2-1 للارجنتين. بص 2 ده زي ما انت قلت فعلا كومن كتير قوي. خالد المصري 2 للارجنتين 1 فرنسا، هدى تمراز فوز فرنسا، نادر محمد 3-2 للارجنتين، وعبد الرحمن بشير بيقول فوز فرنسا 3-1 عشان اكيد في بنالتي لميسي، ومحمد ابو زياد بيقول فرنسا ان شاء الله 2-1، ومو حامد بيقول 2-1 لفرنسا. عندك محمد ابراهيم 3-2 لفرنسا، مصطفى محمد علي 2-1 للارجنتين، بهاء همام الارجنتين تكسب باذن الله. محمد ماشي. خليفة بيقول فوز فرنسا باللقب على الرغم من ان الدوافع هنا اكتر لصالح التانجو. سارة خميس بتقول الامال واللي نفسي فيه طبعا ميسي والارجنتين، انما الواقع بيقول فرنسا اقرب. طبعا لو هتتكلم برضو على السكوات يا كريم هنا وهنا، بتالي فرنسا فعلا كفتها ارجح. ابو رؤية بقى على فكرة ده صديق البرنامج، ده بيجي على الراديو وبيجي هنا ابو رؤية وعلى كل السوشيال ميديا بصراحة. جميل. يعني من الناس الاكتف جدا. فتلاتة فرنسا 2 الارجنتين. طارق جمعة 1-0 لفرنسا.
احمد حنفي بيقول 2-1 لفرنسا، ووليد رشدي بيقول 2-0 للارجنتين والارجنتين، وكاتب ان ميسي هو اللي هيجيب الاجوال. طيب تعالى بقى اخر ثلاث تعليقات. احمد منصور، الارجنتين تفوز 3-1. خالد فريد، اتمنى فرنسا. واشرف رفعت، 3-2 للارجنتين. طيب قبل ما نختم حضرتك توقعاتك ايه؟ انا بقول 2-1 لفرنسا. الله. الله، انت مش كنت ارجنتين من غيرت رايي؟ الله اتغيرت المعطيات وغيرت رايي. لا لو تفتكر، لا هقول لك بس انا خليك عند مبادئ. ما انا جاي لك اهو، ما انا جاي لك السؤال. انا فاكر كويس انت سالتيني السؤال ده، كانت في حلقه يوم الاربعاء اللي فات، توقعاتك للفاينل. قلت لك ايه؟ قلت لك انا مش فارق معايا الطرف الثاني مين، بس اللي نفسي قوي فيه ان يكون الطرف الاول هو المغرب. ماشي. وقتها انا ما اديتكيش اجابه وافيه، وقلت لك المغرب يعني نتمنى بس بعيد. عشان كده بقول لك لما المعطيات اتغيرت، لا خلاص هو كفه الورقه والقلم زي ما انت بتقولي فعلا. حسبه السكواد اللي فيه كم اكبر من الموهوبين لصالح فرنسا. الارجنتين انا عن نفسي مش شايف قوي غير ليونيل ميسي، فهل لوحده هيكون قادر على ان هو يحمل الارجنتين للتتويج؟ وده وارد برضه يا عالم. اوكي هنشوف. يعني انت بتقول في الاخر 2-1 لفرنسا. 2-1 لفرنسا. انا اقول فرنسا، لكن السكور مش عارفه اشوفه قوي، تعرف بيبقى فيه احساس. اصل هي لو خلصت تعادل وبقى فيه ركلات ترجيح هنعرف منين فعلا. لكن تعالي نتخيل ان مش هنوصل للمرحله دي، وان في فريق هيفوز قبل انتهاء ال 90 دقيقه. ممكن ممكن، يو نيفر نو. هو الارجح يعني لو انت جيت قلت، هتقول لو جيت قريت المشهد هنقول مع بعض ان لا ممكن يوصلوا لركلات ترجيح، لان الاثنين تقال والاثنين مستقتلين بمعنى اصح، وده الماتش الفينال، فلازم هيبقى كل حاجه بتبذل، وده هيخليك تاخدك لاكسترا تايم ولضربات ترجيح. منطق. بس حتى لو ده وصل اكيد التوقع الاكبر، وده مش انا وكريم بس، يعني موجود على السوشيال ميديا، التوقع الاكبر لصالح فرنسا. كان بقى ممكن، انا شايفه رقم فردي مش زوجي. بصي ايا كان الرقم وايا كانت النتيجه، الحاجه الاكيده يعني 3 هيبقى 1، بس مش هيبقى حاجه دبل يعني. واحد منطقي لو خلصنا قبل ال 90 دقيقه وما اضطرناش نوصل لاكسترا تايم او ضربات ترجيح، المنطق يقول ان واحد كفايه قوي، لان الارجنتين برده مش هيبقوا ساكتين. خلي بالك برده. بس انت عارف انا عايزه الماتش ده يوصل لضربات ترجيح، قول لي ليه؟ مبدئيا انت هتتفرج فين؟ والله انا للاسف الشديد يؤسفني ويحزن في نفسي، للاسف على الاقل الشوط الاول محدش هيسمعك اخر يوم الماتش. حابب اكلم نفسي. عندي شويه كلام كده عايز اخد ودي مع نفسي. الحلقه والله. المهم يعني انا هتفرج بره طبعا، فانا حابه عشان السسبنس كمان نوصل لضربات ترجيح. انا حابه ده، انا اتمنى ده. تخيل بقى ماتش جامد كده كده. كده كده طبعا. صحيح. طيب احنا الفقره دي كمان انتهت، هنروح فاصل بس هرجع انا مع حضراتكم. هتنورنا دكتور دينا ابو السعود وفقره طبيه مختلفه، واكيد برضو ملف مهم. فاصل ونرجع نكمل. مشكله الموسم والله يقول لك دايما انا ازاي اخس بشكل سليم، ومش بس كده، وازاي ما ارجعش في الوزن بسرعه، وازاي في نفس الوقت الواحد يقدر ان هو ما يحرمش نفسه ويبقى جاي على اعصابه والمود بتاعه يبوظ وهو بيخس. كل الحاجات دي علشان تحصل بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد من اعصابنا وبتاخد من فلوسنا، حاجات كتيره جدا. ازاي بقى البديل لكل اللي انا كنت بقوله لحضراتكم ده يتم على الارض، وفي نفس الوقت باقل تكلفه وباقل امكانيات وباقل مجهود؟ كل ده بقى هنعرفه من دكتور دينا ابو السعود اللي منورانا النهارده. طبعا دكتور دينا ابو السعود الاخصائي او المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. بونجور. بونجور يا حبيبتي. يعني ملفات مهمه كالعاده كل مره، والسؤال ده على فكره محير ناس كتير، ازاي اخس وما ارجعش، وازاي اخس بطريقه سليمه، وازاي اخس مش بقى اخد حاجات بتزود ضربات القلب او بتلعب في اعصاب المخ، الحاجات دي كلها طبعا زي ما احنا عارفين مضره وما بقاش في حد عايزها اصلا. صح. طبعا مرض السمنة أنا بسميه مرض العصر. مرض السمنة باب لأمراض كتيرة جدا زي القلب، السكر النوع الثاني، أمراض العظم، أمراض كتيرة جدا بتبقى، والضغط والحاجات دي كلها بتبقى أحيانا نتيجة مرض السمنة. طب إزاي نقدر نخس بطريقة صحية، وإزاي نقدر نخس ومش نحس إن إحنا تعبانين؟ إن إحنا لازم نعتمد أولا على أكلنا في البروتينات والألياف، دي أول حاجة. ما يبقاش التركيز على النشويات والسكريات اطلاقا، لازم السكريات نقللها بقدر الامكان والنشويات نقللها، والاعتماد الاكبر على الكلام ده. لازم ننام 8 ساعات على الاقل، النوم المتقطع والنوم اللي بيبقى الفجر والنوم اللي مش منتظم ده بيتخن، لان بيعمل لخبطه في الهرمونز وبيخلي الكورتيزول يعرف الجسم وبالتالي بنتخن. والصحه النفسيه مهمه جدا جدا عشان نعرف نخس. واحيانا بيبقى طبعا السمنه بيبقى نتيجه امراض وراثيه، واكيد رقم واحد في السمنة أنا بسميها سمنة مطبخ،
زي ما انا قلت الاكل والحاجات دي، ولازم نشرب ميه كويس قوي ونغير اللايف ستايل بتاعنا. لو مش عارفين نعمل الدايت، لان لازم نمشي على دايت عشان نعرف نخس، ان احنا ناخد السعرات الحراريه اقل من المطلوب. اعتقد اكتر من 70% مننا بيبقى صعب يمشي على دايت، او صعب ان هو يقدر يتحكم في شهيته. فوقتها بنلجأ لمنتجات او مكملات غذائيه امنه، ما بتشتغلش على المخ زي ما قلت يا نهاوند، بتبقى مكوناتها طبيعيه وبتقدر تتحكم في معدل الشبع وتقفل الشهيه بتاعتي. من اهم المنتجات اللي نزلت في الفتره الاخيره هو منتج بيستا اللي من انتاج شركه باي ناتشرالز، وبرجع اقول برضو للساده المشاهدين ان شركه باي ناتشرالز هي الوكيل الحصري لكورس بيستا كله. ازاي نقدر نحصل على منتج بيستا؟ من خلال ارقام شركه باي ناتشرالز اللي على الشاشه، او من صفحه الفيسبوك بايو بيستا. اوكي كويس جدا، وعليها كل التفاصيل والشرح اكتر لو حد عايز كمان يتعرف على معلومات. هو طبعا بيستا يعني بقول انه امن، لانه اولا مرخص من وزاره الصحه المصريه. ثانيا ازاي بيقدر بيستا يتحكم لي في معدل الشبع من غير ما يشتغل على المخ، لانه عباره عن الياف. من اهم الالياف الشوفان والقمح وقشور السيليوم. الالياف دي طبعا بيستا بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه، هو كيس بيتذوب في ميه، بس ميه بتبقى يعني كوبايه حلوه، لان كل ما بتكتري في الميه كل ما بتنفش في المعده اكتر. بيمتص الميه وبياخد حيز كبير في المعده. فلو انا مستنيه في الوجبه الرئيسيه جعانه جدا جدا وعماله عايزه اكل كل الاكل ده، مهم قوي على فكره ان انا لو عايزه اخس اكل بطيء يا نهاوند. ما هي دي برضو صعبة يعني عارفة، مش سهلة انك خصوصا لو الواحد جعان بياكل بسرعة. ممكن ناكل ونتكلم يعني في ناس بقى ايه تقعد مركزة في الاكل وما تتكلمش، تك تك تك. هرمون الشبع بيتفرز بعد تلت ساعة، فانا لو قعدت كل شوية اكل حاجة هلاقي نفسي شبعت في خلال تلت ساعة. وفي ناس بتتعمد تاكل بسرعة عشان ما تشبعش، عشان هي الاكل شايفاه حلو. لا يعني ده خطر جدا، اوقات بجد بيصعب علينا نشبع. صح ولا؟ ايوه صح. فالاكل حلو، العزومه حلوه، القعده حلوه، طب وانا اشبع بدري ليه؟ بالظبط. فطبعا الالياف دي بتاخد حيز في المعده، بلس ان هي بتمنع لي امتصاص الدهون، ودي حاجه كويسه جدا. وداخل كمان منتج بيستا عندي فيتامين سي اللي بيساعد على حرق الدهون، والكروميوم اللي بيظبط لي معدل السكر في الدم. فمنتج بيستا رائع، بيقدر يخسس في الوزن، وطبعا مع الكورس. يعني انا مهم قوي ان انا اخد الكورس كامل مع بيستا. حلو جدا. طيب نتكلم بقى عن الكورس بالظبط، ايه المحتويات مع بيستا؟ الكورس اول حاجه طبعا الب مالتي فيت. الب مالتي فيت من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده دلوقتي في الماركت، لان الب مالتي فيت دخله 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن. لو انا خسيت وما خدتش فيتامينز هيبقى باين عليا كوش تحت العين بايظ، الوش شاحب. اوكي ده عشان مقدار الاكل قل، فبالتالي الفيتامينز اللي داخله الجسم بتقل. اوكي بس ده لو انا باكل اكل سليم او اكل صحي، ولا لو انا ما باكلش اكل صحي؟ هو بيبقى احيانا صعب انك انت، طبعا انا مع الاكل الصحي جدا، والاكل الصحي صعب انك انت، انا عايزه مقادير من الفيتامينز، عايزه تركيزات معينه. فانا حتى فيتامين سي مثلا موجود في الجوافه، موجود في البرتقال، موجود في الطماطم، الحاجات السترس، بس محتاجه 1000 ملي جرام. انا اوريدي داخل الب مالتي فيت عندي 500 ملي جرام، فانا مديه مساحه كمان للاكل الصحي. الكالسيوم محتاجه 1200 كل يوم، مش هناكل كل يوم بيض ونشرب كل يوم لبن، وفي ناس عندها حساسيه من الالبان عامه، فبيبقى صعب انها تعرف تاخد الكالسيوم من المصادر الاكل. يعني محتاجه فيتامين بي يوميا بتراكيز، فبيبقى حتى مع الاكل الصحي بيبقى صعب ان انا اعرف اوازن واخد الفيتامينز بتاعتي كلها. فعندي داخل الب مالتي فيت فيتامين سي الحلو جدا لنضاره البشره، اللي بيساعد لي على امتصاص الحديد، لان الحديد قلت قبل كده بيبقى امتصاصه صعب جدا، فبيقي من الانيميا. عندي داخل كمان الب مالتي فيت الزنك. الزنك مهم جدا. أوكي. مناعه، مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك مهم لكل الخلايا اللي بتتجدد في الزنك، مهم لضوافري عشان ما تتكسرش، مهم لشعري عشان ما يقعش، مهم لخلايا الدم جدا، وحمض المعده اصلا بيحب معدن الزنك جدا، فبتلاقيه بيشتغل بكواليتي اعلى كمان. عندي داخل الب مالتي فيت طبعا الكابر النحاس، لان زنك لازم بيبقى معاه كابر طول الوقت بنقول كده. عندي داخل الب مالتي فيت يعني اللي بيميزه قوي 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 عائله فيتامين ب الكامله كلها، يعني الكوبالامين،
اللي هو فيتامين بي 12 مهم لتكوين كرات الدم الحمراء. عندي كل فيتامين بي مهم لصحة أعصابنا، مهم للأيض، سرعة معدل الأيض، مهم لحرق الجسم، مهم للميتابوليزم. وعندي كمان داخل ألب مالتي فيت الكالسيوم بنسبة 70 ميلي جرام، المهم لتقوية عضلاتنا وتقوية عظامنا وعضلة القلب كمان. حلو جدا. لا ده كده، طب احنا هنعوز ايه تاني؟ ده كده كتير. بس طبعا ألب مالتي فيت بتاخد قرص واحد في اليوم. اه ده الاستعمال بقى. اوكي. قرص واحد في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء، لا احبذه قبل النوم لانه بيزود لي عندي الطاقه عشان فيتامين بي. بيستا بيتاخد يا اما ساشت واحده او كيس واحد او اثنين او ثلاثه على حسب الفريق الطبي اللي موجود في الشركه، هم حسب بقى الوزن والطول هم بيسالوهم على كل التفاصيل دي. طيب تعالوا بقى نروح لاسئله السوشيال ميديا. بسمه مصطفى طولها 168 وزنها 112. ايه ده كتير قوي صح؟ كتير كتير. طبعا حاولت. بس في اوزان كده كتير يا نهاوند يعني. فعلا طبعًا. ده بيبقى فاتس ولا ده بيبقى ايه؟ لا فاتس طبعا. فاتس. يعني ما بيبقاش فيه ميه زايده او الحاجات دي؟ احيانا بيبقى فيه ميه زايده طبعا، بس الميه مش هتعمل كل الكيلوهات دي يعني، بيبقى فاتس. حاولت تعمل دايت كتير، بتقول بتخس بصعوبه جدا لان حرقها قليل. هي ما قالتش برده سنها، لان يفرق شويه السن بتهيألي في موضوع الميتابوليزم او الحرق. هل الكورس ده يناسبها وممكن تخس بعد قد ايه؟ الكورس هيناسبها جدا، ولازم تبدا معانا الكورس من ساعه ما شافتنا. بتتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه. هتخس قد ايه ما بعرفش احدد قوي انا هوند، هي هتخس قد ايه، لان كل واحد، انت قلتي الحرق بتاعها ضعيف، فممكن هي حتى اللي بتقول بالظبط، فممكن حد حرقه اعلى بي 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 بيخس بسرعه. كمان هيطلع، هي مهم جدا، هيطلع مع الكورس القهوه الخضراء اللي هتساعد جدا، الجرين كوفي بتساعد جدا زياده في عمليه الحرق، هيطلع لها مع الكورس ده. والحلو كمان في شركه بايو ناتشرز ان هي بتتابع الحاله كل اسبوع. هل ممكن حد يختار حاجه من الكورس اللي معروض دلوقتي على الشاشه؟ يعني مثلا حد يقول لا انا هاخد مثلا الب مالتي فيت بس ومش عايز بيستا عشان ما اخسش قوي، انا هاخد مثلا الجرين كوفي. هل يعني هل ممكن البني ادم يختار براحته؟ هو اوريدي الب مالتي فيت بيتاخد للناس اللي عايزه تخس والناس اللي مش عايزه تخس. فممكن اللي بيتفرج علينا ومش عايز يخس ممكن يكلم الشركه يطلب الب مالتي فيت فقط. والجرين كوفي، الجرين كوفي بقى لازم يطلع مع بيستا. لازم مع بيستا. بالظبط. ماشي. بتقول مينا، بتقول ابنها عنده 15 سنه وهو نحيف جدا، بس فجاه بدا جسمه يزيد، ما بقتش قادره تسيطر عليه لحد لما وصل وزنه ل 95 وهو عنده 15 سنه. صغير قوي. خايفه اجرب اي منتج يضره، فهل الكورس ده مناسب للاطفال؟ الكورس مناسب، 15 سنه مناسب جدا، بيستخدم من سن 13 سنه، ما فيش اي مشكله. بياخد معانا الكورس واوريدي كمان هيقدر يتابع الحاله كل اسبوع مع شركه بايو ناتشرز، الفريق الطبي اللي موجود داخل الشركه. ماشي. عصام المهدي عنده 45 سنه وزنه كويس، بيقول كنت بلعب رياضه وحصل الظروف، بقالي فتره مبطل بس ظهري ظهر لي كرش ومش عارف انزله خالص. دهون البطن او الكرش دي بتهيالي حسب ما انا بسمع من اصعب الدهون. طبعا طبعا. اكتر يعني غير طبعًا الناس اللي مليانه من تحت مثلا طبعًا او رجلها. ومشكله الناس اللي بتلعب رياضه فتره ووقفت رياضه بتخن بسرعه جدا. واكتر دهون صعبه وعنيده بتبقى دهون البطن، وبتبقى دهون اصلا كمان بتتمركز في البطن لان الخلايا الدهنيه كتير قوي بتبقى في البطن، فبتاخد الدهون معاها. وعلى طول بقول ان دهون البطن هي اخطر دهون لان هي اللي فيها الفسر الاحشاء بتاعتنا، الكبد والبنكرياس وحاجات كتيره. يقدر يستخدم كورس بيستا، هيطلع له طبعا بيستا وهيطلع له الب مالتي فيت وهيطلع له الجرين كوفي، وكمان الشركه عامله فيتامين د هديه مع الكورس، وهيقدر يخس وهيقدر طاقه وثقه اكتر. وكمان الفريق الطبي هيتابع معاه الحاله كل اسبوع. طب هل الكورس ده، احنا مش هينفع نقول سعر معين، بس هل الكورس ده في متناول كل الناس؟ يعني بنتكلم من اجره محدود او يعني الراتب بتاعه محدود، فيما اقل فيما اعلى؟ الحلو في شركه بايو ناتشرالز اللي هي طرحه الكورس بسعر معقول جدا لكل فئات المجتمع. يعني دي حاجه تحسب لهذه الشركه ان فعلا السعر رائع وفي متناول الجميع. عايزين نعرف السعر يا اما عن طريق باي بيستا الفيسبوك، صفحه الفيسبوك يقدروا يستفسروا، او عن طريق الشركه يقدروا يتكلموا عن طريق الارقام ويعرفوا السعر الكورس كام. طيب هايل. عصام المهدي عنده 45 سنه وزنه كويس وكان لا ايه ده سوري كررت نفسي. دعاء محمود بتقول انا كنت حامل، كان عندي
ذلال حمل، انا ما اعرفش ايه ذلال الحمل ده. دكتور قال لي لما تولدي هتخسي بس ما حصلش، وبقى لها 4 سنين بتعاني من زياده الوزن، الحيض ما جالها انزلاق في الغضروف ومحتاجه اخس على الاقل 5 كيلو في الشهر، فهل الكورس ده هيناسبها؟ طبعا هيناسبها جدا. بس ايه دلال الحمل ده؟ قلب من كده بينزل مع الحمل، احيانا سيدات الحمل بينزل منهم القلب من ده الزلال، بتبقى بينزل منهم القلب؟ القلب من حاجه بينزل، بتنزل القلب في البول. لا لا ايه ده؟ لا لا، حاجه بتبقى في البول وبتبقى حاجه طبيعيه احيانا مع الحمل. هي تقدر تستخدم ما دام خلفت وكده، هو اوريدي امن جدا لللاكتيتنج مادر حتى لو بترضع، فبتقدر تستخدمه. وخمسة كيلو هيبقى سهل جدا جدا مع كورس بيستا، لان اقل حاجه بيخسوا من 5 ل 6 كيلو، ده اقل حاجه في الكورس في الشهر، فيبقى سهل جدا. وهتلاقي هو ده يبقى مفيد جدا على فكره. اكتر حاجه انا بشوف بيستا في رمضان وللحوامل، لان النتيجه فعاله وفي نفس الوقت. لا بص، الهواند الحامل مش ما سوري اللي هم بعد ما بيولدوا يعني، مش وهي حامل بالزبط. حوامل بعد ما بيولدوا. أيوة طبعا. ايوه طبعا. بعد الولاده هيبقى اكتر كويس. حاجه اعتقد اكتر فئتين بيستفيدوا بالظبط، هيبقوا لا وكبار السن كمان واصحاب الامراض المزمنه، ما عندهمش كبار السن عشان الحركه قليله برضه، الميتابوليزم عندهم حرق ضعيف، وما بقوش ينزلوا وييجوا كتير جدا، فممكن القعده دي تخنهم مع الاكل، فيبقى كويس قوي ليهم. واصحاب الامراض المزمنه كمان رائع ليهم، من سكر، من قلب، من ضغط، هيقدروا يتعاملوا مع كورس بيستا بكل امان. حلو قوي. طب احنا معانا برضو كيس عشان ننقل لحضراتكم الصوره بشكل برضو حي، الناس اللي جربت اللي هو الالب مالتي فيت او حتى بيستا، نشوف هم النتيجه كانت عامله ازاي معاهم ونرجع نكمل. مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. أنصح أي حد جسمه مليان إن هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. هرجع تاني اكرر كلامي، لان ده زي ما حضراتكم شايفين حاجه ملموسه. الناس اللي هي بتخس بعد وزن اوبيس او وزن اوفر ويت بشكل كبير بجد بيفرق معهم كمان في شكلهم طبعا. يعني تلاقي ماينس 10 على طول، حد صغر في السن صح. وفي نفس الوقت اللي حضراتكم خدتوا بالكم من نقطه مهمه، هتلاقوا الوش ما بيخسش، يعني الوش فيه النضاره بتاعته، ما بقاش داخل لجوه. عارفه الناس اللي بتخس فتعضم، تحس ان هي عامله، حتى الناس بتعمل عمليات بيبان عليها بالزيت، تقول لي لا ارجع تاني اتخن احلى. فلا، انت بتخس وبتخس في الاماكن بالظبط اللي عايز تخس فيها، وفي نفس الوقت مش باين عليك صح. وده اللي بيحققه كورس بيست على فكره صح. دي نقطة يعني انت مهمه قوي ان اخد الب مالتي فيت مع مع بيستا، عشان النضاره بتاعت وشي، وعشان شعري يفضل تقيل، وضوافري الاقيها ما بتتكسرش، وما احسش بتعب، لا احس ان انا بخس وعندي طاقه. وخلي بالك اول ما بخس بحس البوزيتيف انرجي دي بتديني طاقه لوحدها، وبتديني ان انا عايزه انزل واروح صح. واروح اشتغل واعمل كل مهامي اليوميه بكل سلاسه، ما احسش ان انا عملت حاجه واحده والاقي نفسي تعبانه عايزه اروح عايزه اريح. ده فعلا السمنه بتعمل ده. لا وعن تجربه بجد النقطه دي، واعتقد مش انا بس يعني مريت بيها، ناس كتيره لما بيجوا يخسوا يعني الكلام ده كان من كذا سنه، كنت بضغط على نفسي قوي في الدايت قوي، لدرجه ان بتحرمي نفسك من الاكل وبتدوخي وحاجات زي كده. انا كان شعري بيقع يعني انا شعري، الواحد شعره فعلا بيقع، فكانت حاجه صعبه جدا صح. يعني طيب على كل حال هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكي معانا. طيب احنا اكيد فقرتنا لسه مستمره، قدامنا تقريبا الاربع لخمس دقايق مع دكتور دينا ابو السعود، وبنتكلم عن كورس بيستا والبا مالتي فيت وفيتامين اي فيتامين اي ده داخل البا مالتي فيت ازاي ما عرفت ما نسيت فيتامين اي اللي احنا للاسف كمان مش بنقدر نحصل على صح. الشمس اللي هو مصدره الشمس. لا ده فيتامين دال. دال دال. طب الاي ايه بقى؟ فيتامين اي ده فيتامين فات سوليبل، ده من اهم الفيتامينات للانتي اوكسيدنت او ضد الاكسده. ضد الاكسده ده مهم قوي ده فعلا. احنا لازم على طول ناخد انتي اوكسيدنتس، مهم جدا لان جسمي بيتعرض للاكسده يوميا على فكره.
الاكل اللي فيه زيوت كتير والزيوت طبيعه اكلنا يعني طبيعه اكلنا بيعرض الاكسده، تعرض للشمس من غير وقت الشمس بيعرض للاكسده، البولوشن التلوث او عوادم السيارات او الحاجات دي كلها بتعرضني للاكسده، فجسمي لما بيتاكسد بيعمل حاجه اسمها فري راديكلز، دي بتعمل التهابات عاليه قوي في الجسم. فلازم طول الوقت امشي على انتي اوكسيدنت. الب مالتي فيت دخله فيتامين اي، اقوى انتي اوكسيدنت في العالم هو فيتامين اي. لو هتكلم على فيتامين د اللي كنت عايزه تتكلمي عليه، ان هوان فيتامين د مهم قوي لكل حاجه، واعتقد اكثر من 80% احنا كستات عندنا في مصر او في الوطن العربي نقص في فيتامين د. اشمعنى ستات؟ الستات اكتر، ستات ورجاله، بس بيبقى مين اللي هي بتبقى تعرض للشمس اصلا. هو خلي بالك اقول لك ايه، احنا نتعرض للشمس عشان الجسم ينتج فيتامين د. المشكله ان انا عشان اتعرض للشمس والجسم يستفيد وجسمي ينتج فيتامين د، لازم يبقى الجلد معلوش يعني معلوش لبس، لازم الجلد يبقى اكسبوز للشمس ولا حتى من ازاز عشان نعرف نستفيد من فيتامين د. فيتامين د موجود في مصادر قليله قوي، ممكن السلمون، البيض بيبقى فيه نسبه قليله، السردين بيبقى فيه نسبه من فيتامين د، بس مش طول الوقت بناكل الاكل ده، فلازم اعوض جسمي لو في نقص من فيتامين د لازم اعوضه، ولازم كلنا نعمل تحليل فيتامين د، عشان لو الفيتامين د اقل من 25 او اقل من 20 لازم الجا اخد فيتامين د على طول ما استناش. طيب اخر حاجه بناكد عليها ان الكورس ده موجود من خلال الارقام اللي هي على الشاشه، لو اي حد عنده استفسار او رغبه ان الكورس يوصل له لغايه بيته مهما كانت المحافظه، صح كده؟ كل محافظه بنوصل لكل محافظات مصر بالتليفون، ومن خلال الارقام كمان بيبقى في متابعه دوريه للي عايز يسال عن اي استفسارات. بالزبط. يعني كويس بالزبط. جدا. وعندنا كمان صفحه على الفيسبوك اسمها بايوبيستا، نقدر نطلب الكورس او نسال عن اي حاجه احنا عايزينها يعني. ومفيش حد تاني بيبيعه، عشان بس ايه ما حدش يجي يقول لك ان ده نفس المنتج. لا، شركة بايوناتشرالز فقط. نتأكد من ده لأن ده مهم. أنا الحاجة دي بتعصبني جدا بجد، بتلاقي كريمات وتلاقي حاجات أرقام تجيبيها من بره وحاجات زي كده وبتتباع بربع الثمن، فحضرتك وانت بتوفر ربع او بتدفع ربع الثمن، بس اعرف ان ده ممكن يسبب امراض بعد كده لما هتتعالج منها هتتعالج وهتدفع اضعاف اضعاف الثمن الحقيقي. ده بلس ان اصلا الكورس احنا بنتكلم عنه اصلا كورس فعلا في متداول، يعني الجميع كل الدخل يعني حتى لو زي ما اتقال كده الدخل القليل العالي صح. المتوسط كله يقدر ان هو يحصل عليه. دكتور دينا نورتينا كالعاده، الفقره والحلقه كلها خلصت حبيبتي. والنهارده متوقعه فرنسا ولا الارجنتين؟ فرنسا ان شاء الله. فرنسا. نشكر حضراتكم على متابعتنا، والنهاردة أكيد يوم حاسم للعالم كله بيتراقب هذه المباراة. بالتوفيق إن شاء الله لكل يعني مشجعي المنتخب ده والمنتخب ده، بس هرجع أقول تاني أنا أتوقع فرنسا. هنيجي بكرة ونشوف مين اللي كان توقعه صح. مع السلامة، نشوفكم بكرة إن شاء الله.